بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. حلقة النهاردة فيها تفاصيل فنية مهمة جدا، لأن بالتأكيد هنلقي الضوء على الأحداث الرياضية والتطورات الفنية، سواء فيما يتعلق بمستقبل الدوري العام خلال الفترة القادمة أو حتى المشوار الإفريقي للأندية المصرية، لا سيما النادي الأهلي الذي اجتاز مواجهة دور ال 64 وتأهل إلى دور ال 32 لمواجهة فريق أكانو بطل غينيا الاستوائية إن شاء الله منتصف الشهر القادم في ذهاب دور ال 32. حلقة النهاردة معنا فيها ضيفين مهمين جدا، الفقرة الأولى هيكون معايا فيها الكابتن صديق الجمال عضو لجنة اكتشاف المواهب بالنادي الأهلي، والفقرة الحوارية الثانية والأخيرة مع الكابتن محمد عبد الجليل أحد نجوم النادي الأهلي السابقين ورئيس قطاع الناشئين بنادي مصر المقصة. لكن في البداية برحب بالكابتن صديق الجمال عضو لجنة اكتشاف المواهب بالنادي الاهلي. كابتن صديق برحب بيك، اهلا بيك، منور الدنيا. اهلا بيك كابتن محمد، ازي صحتك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام، كله تمام الحمد لله. الاول قبل ما نخش في الموضوعات الفنيه المتعلقه بالكره المصريه في الفتره اللي جايه، اولا طمني لجنه اكتشاف المواهب في التوقيت الحالي، هل في امور جيده للفتره القادمه؟ الموسم الماضي تم اكتشاف عدد كبير جدا من اللاعبين صغار السن او حتى في المراحل الاعلى في مرحله الشباب او قطاع الشباب. هو الحمد لله طبعا احنا من الموسم اللي فات يعني، واحنا في اللجنه مركزين جدا ان احنا نضم ابرز العناصر واحسن العناصر الموجوده. الفتره اللي فاتت قبل ما الموسم يخلص اللي فات دوت، كنا محضرين بعض اللعيبه اللي هم كويسين جدا ومرشحينهم للنادي الاهلي، فطبعا لسه النادي الاهلي فيه مفاوضات على اساس ان يكونوا موجودين الموسم ده باذن الله. في اكتر من عنصر، اكتر من لاعب مميز يعني، ان شاء الله يكونوا موجودين الفتره اللي جايه باذن الله. المراحل السنيه يا كابتن صديق، في مراحل سنيه صغيره قوي ولا لا؟ مرحله 19 17 سنه، في 16 17 18 15 يعني الحاجات اللي هي حتى لما يكون في مثلا لعيبه موهوبين 2009 2010 اي حد بيكون اضافه يكون موجود في نادي الاهلي مستوى يؤهله، احنا شايفين ان يقع عليه الترشيح بنضمه على طول. طبعا بيتعرض على اللجنه قطاع الناشئين عن طريق كابتن فتحي مبروك، عن طريق طبعا رئيس اللجنه كابتن محمود صالح، فبقى في تواصل والراي الاول والاخير الفني في الملعب لجهاز الناشئين بقياده الكابتن فتحي مبروك، هو اللي بياخد القرار بانضمام اللعيبه يعني. تمام، طيب أوكي. والاجهزه الفنيه اللي موجوده في النادي الاهلي، كل واحد حسب سنه. جزئيه مهمه جدا، واللجنه دي اكيد دورها فني مهم جدا الفتره الجايه، لان المراحل اكتشاف المواهب او اللاعبين صغار السن بتبقى من يعني المعادله صعب قوي، عشان تلاقي ولد صغير عنده موهبه تضمه للقطاع يبدا يشتغل مع النادي الاهلي، فعنصر مهم جدا في الفتره الجايه. اكيد ان شاء الله احنا برضو ايه بتواجه مثلا ان انت تاخد وقت على ما تلاقي عناصر مميزه جدا جدا، سواء عن طريق الناس اللي هم بيتعاونوا معانا او احنا برضو بنروح المباريات وبنتفرج ونشوف مين اللي هو يكون موجود في النادي وبنقدمه زي ما قلت لحضرتك للقطاع يعني. متابعه على مدار الموسم صح؟ اكيد اول ما الموسم طبعا بيبدا، وفي طبعا مباريات بتبقى قبل الموسم في حاجات وديه بنروح نتفرج عليها برضو وبنبص، بحيث لو في حد ظهر لينا كويس او حد مرشح لنا اي حد في اي مكان بيبقى احنا متواجدين وبنتفرج عليه وبنقدم تقرير للكابتن محمود، واللي بتوع عليه المواصفات انه يكون موجود داخل النادي بينضم ان شاء الله في النادي الاهلي. طيب دي كانت جزئيه مهمه في البدايه، بس طبعا نذكر الناس ونعرف الناس دور لجنه اكتشاف المواهب في الفتره القادمه، هذه اللجنه اللي بيرأسها وبيديرها الفتره الحاليه الكابتن محمود صالح، وبالتاكيد ان شاء الله نتمنى التوفيق. كابتن محمد انا اسف، مبارك له عشان هو خد الدكتوراه، حصل على درجه الدكتوراه، كابتن محمود الدكتور محمود صالح، الف مليون مبروك يا كابتن محمود، الف مليون مبروك. طيب طبعا الفتره القادمه فيها تحديات مهمه جدا، اول تحدي الفتره القادمه هي مباراه دوري ابطال افريقيا مرحله دور ال 32، تحدد بشكل رسمي ونهائي المواجهات، الفرق اللي هتواجه بعضها في مرحله دور ال 32، ودور ال 32 اكيد بيختلف في المستوى الفني، مش بنفس قوه طبعا المراحل النهائيه في البطوله، لكن نوعا ما افضل من مرحله دور ال 64. طبعا الاهلي هيلعب مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه، مباراه الذهاب في غينيا الاستوائيه احد ايام 13 14 15 سبتمبر، ومباراه العوده بعدها باسبوعين في القاهره. نادي الزمالك سيواجه فريق جينيفر زانفوت بطل السنغال، نفس الامر المباراه الاولى في السنغال والمباراه الثانيه في القاهره. بترو اتلتيكو الانجولا هيلاعب كامبالا سيتي الاوغندي، كوت دور سيشيل هيلاعب ماموليدي سان داونز من جنوب افريقيا،
الرجاء المغربي هيلعب مع النصر الليبي، شبيبة القبائل الجزائري هيلعب مع هورية كوناكري الغيني، النجم الساحلي التونسي هيلعب مع أشانتي كوتوكو الغاني، زيسكو الزامبي هيلعب مع يانج أفريكانز التنزاني، بلاتينيوم زيمبابوي هيلعب مع ديسونجو بطل موزمبيق، براميرو دي أغوستو بطل أنغولا هيلعب مع جرين إيجلز بطل زيمبابوي، فوسا جونيورز هيلعب وهو بطل مدغشقر هيلعب مع مازيمبي الكونغولي، اتحاد العاصمة الجزائري هيلعب مع جورماهي الكيني، الهلال السوداني مع انيمبا الناجيري مواجهة صعبة وقوية جدا، كارا توجو هيلعب مع فيتا كلاب من الكونغو، واخيرا وليس اخيرا نودوزيبو بطل موريتانيا هيلعب مع الوداد البيضاوي المغربي. مواجهات صعبة ومواجهات قوية، لكن ان شاء الله نتمنى التوفيق فيها للنادي الاهلي في بداية الموسم، لان بداية الموسم هتكون مباراة افريقيا يوم 13 14 15 سبتمبر، ثم بعد كده المشوار المحلي هنشوف الفترة القادمة امتى المواعيد هتتعدل لو حصل تعديل سواء في السوبر او حتى في انطلاق الدوري العام. كابتن صديق، طبعا بنتكلم عن مباراة افريقيا واخر حدث كانت مباراة الاهلي امام بطل جنوب السودان. تقييمك للمباريات بشكل عام والمواجهة الاولى مع بطل غينيا الاستوائية؟ هو طبعا المباراة اللي بتاعت اطلع بره كان في مباراة اداها مستر لاسارتي وفي مباراة اداها كابتن محمد يوسف. تمام. طبعا اخر مباراه كانت كويسه جدا، الاهلي استفاد منها طلع منها بمكاسب كبير، منها اشراك بعض اللاعبين ما كانوش بيشاركوا خالص، يعني بعض اللاعبين كان في اكتر من 5 6 لعيبه ما كانوش بيشاركوا، وفي ناس ظهرت بمستوى كويس جدا جدا. سيبك من مستوى المنافس، الاهلي بياخد كل المباريات بجديه، ادى مباراه كويسه، الناس اللي شاركت في ناس سجلت اهداف عوده كويسه جدا ليهم زي صلاح محسن احرز هدفين، حسين الشحات وصل التألق بتاعه جاب 3 أهداف بعد ما كان ناهي مع المقاولين والماتشات اللي ماتش الزمالك، يعني برضو في مكاسب كتير، حتى اللي هو الباك ليفت بتاع المقصة محمود وحيد أدى برضو أداء كويس، وكان موجود حمدي فتحي، كل الناس اللي شاركت بالذات اللي قبلها فترة كبيرة زي كابتن أحمد فتحي شارك بعد فترة غياب وأحرز هدف، فاستفدنا منها إفادة كويسة جدا لبعض اللعيبة، وفي ارتياحية عند الكابتن محمد يوسف. المباراة اللي جاية مهمة جدا في دور ال 32، أكيد هيبقى المستوى أقوى من المباراة دي، فريق اطلع بره مع احترامي ليه المستوى الفني ما كانش المستوى المطلوب إن تبقى فيه منافسة شرسة للنادي الأهلي، بس النادي الأهلي ملوش دعوة بالمنافس، هو بيأدي في الإمكانيات بتاعت لعيبته وعايز يطلع بنتيجة والأهداف إيجابية اللي عايز يحققها والأهداف اللي هي فعلا حققها في المباراة زي ما قلت لحضرتك بعودة بعض اللعيبة. المباراة اللي جاية هتبقى صعبة شوية اللي هي بتاعت كانو سبورت اللي هو من غينيا، غينيا الاستوائية فأكيد الأهلي هيستعد لها استعداد كويس جدا جدا، والعندي الأهلي عنده برضو مباراة السوبر بتاعت الزمالك ممكن تكون قبليها لا بعدها أو بعديها، فلازم يستعد بقوة إن شاء الله الفترة اللي جاية عشان يبقى في تواجد ومن البداية يبقى موسم قوي للنادي الأهلي. المباراة في حد ذاتها مباراة صعبة لأنك بتواجه منافس الأهلي ما كانش بيلعب مع فرق غينيا الاستوائية من فترة طويلة جدا، لكن السنة اللي الأهلي لعب فيها بطل من غينيا الاستوائية فاز بدوري أبطال أفريقيا في النهاية. دي برضو بداية مبشرة إن شاء كويس الله. بداية مبشرة وإن شاء الله تكون فتحت خير على الأهلي في البطولة الأفريقية اللي هي عود جمهوره، والنادي الأهلي دي من الاستحقاقات اللي بيشارك فيها بمركز فيها جدا جدا اللي هو دوري الأبطال. إن شاء الله السنة دي بإذن الله من البداية يكون في تركيز عالي جدا جدا واستعداد جيد إن نحقق البطولة السنة دي بإذن الله. طيب مسافة الرحلة مسافة طويلة أكتر من حوالي 12 ساعة سفر، أكيد ممكن تاخد مساحة وقت يوم أو اتنين بالنسبة لتجهيز اللعيبة والسفر، شايف السفر بقى في الأدغال الإفريقية والبداية شايفها إزاي؟ والمشوار يعني بين المباراة الأولى والثانية حوالي شوي. أسبوعين وفي صعوبة طبعا في الرحلة، صعوبة في الرحلة بس طبعا الحمد لله النادي الأهلي بيبقى منظم عنده كل حاجة، ترتيبات قبليها بيبقى مرتب كل حاجة بالنسبة للفرقة ومهيئ لهم كل مناخ كويس بحيث ان هم لما يروحوا ما بقاش فيه جهاد ما فيش تعب يروحوا يؤدوا المباراه بقوه. فطبعا الاهلي متعود على السفر وعلى الرحلات الطويله وعلى الحاجات اللي هي الشاقه، ودي انا الواحد بيتفائل لما يكون في تعب كده في الاول وفي مجهود شاق اللعيبه بتبذله، ربنا بيكلل بالنجاح في الاخر، فان شاء الله باذن الله الاهلي قادر ومر بظروف زي دي كتير فان شاء الله مش هتاثر عليهم باذن الله. اجمالا كده بالمباريات اللي ذكرتها يا كابتن صديق في مرحله دور ال 32، مباريات في مباريات صعبه وفي مباريات في المتناول. يعني انا شايفهم اصعب المباريات مثلا مباراه الهلال السوداني وانيمبا نيجيري. هو الفرق اللي هي بتاعت افريقيا لما يكون في عندهم مشاركات كتير في البطولات الافريقيه بتلاقي عندهم خبرات اكتر. فريق انيمبا ده فريق قوي جدا، فريق الهلال السوداني يعني عندهم
مشاركات كتير في البطولات الافريقيه، فتلاقي المستوى اقوى من الفرق اللي مثلا انت زي اطلع بره، او الفرقه مثلا اللي زي لعبه الفريق الصومالي، فالمستوى بتاعهم ضعيف شويه. الفرقه الثانيه دي عشان عندهم مشاركات بياخدوا خبرات كبيره، فتلاقي ليهم تواجد وليهم قوه في شراسه في الملعب. هو لازم دايما كده في الدور ال 32 تلاقي مباراه او اثنين يعني صعبين شويه، او فرقتين بيصطدموا ببعض مبكرا. اكيد اكيد، زي انت مثلا ممكن تيجي فتره يقول لك ايه المفروض المباراه دي كانت تبقى في الاخر، في النهايه تبقى مباراه مثلا ايه بطوله، او تبقى مرحله دور المجموعات مثلا. في المجموعات، وفي اوقات ساعات بيجي لك فرق في الاول ضعيفه، بس انا بتفائل لما يكون فرق قويه ان شاء الله البدايه تبقى قويه جدا للنادي الاهلي. فانا بتمنى ان شاء الله يكون التركيز عالي جدا الموسم ده، البطوله دي اللي احنا ايه زي النادي الاهلي عود الجماهير بتاعته عليها، وانا شايف بالنسبه للنادي كله مجلس الاداره وجهاز فني واللعيبه، سواء في جهاز فني جديد او الجهاز المتواجد، الناس مركزه تركيز عالي جدا جدا عشان ان شاء الله يبقى لنا دور في البطوله دي قوي جدا. ابرز التحديات اللي ممكن تواجه الاهلي في المرحله القادمه من وجهه نظرك، خاصه ان هذه التحديات ممكن يكون الجهاز الفني تعامل مع مكاسب معينه في المباراه الاخيره امام بطل جنوب السودان. الجهاز الفني اللي هو الحالي الاخير بقياده محمد يوسف. كابتن محمد يوسف هو بالزبط. محمد يوسف من المدربين ايه زي ما بيقولوا الواعدين، حصل قبل كده واتحط في مواقف زي دي، وكان ليه مشاركات افريقيه وعلى ما اعتقد خد الكونفدراليه. محمد يوسف مش خد بطوله دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا 2013 يعني ليه بصمه، اشتغل خد خبرات تقل في حته المدير الفني في النادي الاهلي، فمفيش خوف عليه لحد ما النادي الاهلي في طبعا الخطه اللي جايه تكلفه اللي هي لجنه التخطيط ان يجيبوا مدير فني اجنبي، لو حصل اي عراقيل او حصل اي تغيير انا يعني كل جماهير النادي الاهلي واثقه في محمد يوسف ومجلس الاداره، لو اتحط في المواقف الفتره اللي جايه هيأدي كويس جدا، وزي ما قلت لك يمتلك من الخبرات دلوقتي لان مر بتجارب صعبه في عز ما كانش فيه كوره خالص، كانت الدنيا واقفه وكان الاهلي كان مشارك والحمد لله قدر يتفوق وياخد بطوله افريقيه. فانا ما فيش خوف عليه، النادي الاهلي مجلس الاداره بيساند اي مدرب سواء كان محلي او اجنبي، فيوسف ما شاء الله خلاص بقى زي ما بيقولوا استوى بلغه الكوره، ما فيش خوف عليه. ولو اشتغل هيأدي، والجهاز المعاون اللي معاه طبعا وجود مدير الكوره كابتن عبد الحفيظ، كل المناخ الجهاز الطبي الجهاز الفني مجلس اداره كل الناس بتبقى متكاتفه بحيث اللي يبقى فيه نجاح في الاخر للمنظومه. فانا متفائل لو محمد يوسف اشتغل ان شاء الله ربنا يكرمه، ليه لا، ويمشي الفتره اللي جايه لحد ما ايه ما الناس تاخد قرار يعني. تمام، ايه الامور اللي ممكن يضعها المدير الفني الجديد للنادي الاهلي في حسبانه اول ما يتولى المسؤوليه؟ المدير الفني الجديد بيبقى مطلوب منه حاجات كتير قوي. اول حاجه لازم يكون عنده من اول ايه كده عنده شخصيه النادي الاهلي، يكون قوي، يكون قيادي. ما انا بصراحه في حاجات في السيفيهات ممكن تخدع يعني. انا طبعا مستر لاسارتي ادى دوره، كالترون ادى دوره، وانت عارف النادي الاهلي اي حد بيجي يشتغل لغايه اخر لحظه بياخد حقه زياده يعني. انا اسف انا اتطرق لحته يعني، مستر لاسارتي في الاجتماع اللي هو بعد المباراه المؤتمر الصحفي ممكن يكون برضو ايه يعني ايه كان في حاجات المفروض ما يقولهاش، رغم ذلك النادي الاهلي كرمه تكريم عالي جدا جدا، وما بيلتفتش النادي الاهلي لاي حد زي الانديه الثانيه، لا خد حقه زياده، ماشي من النادي الاهلي كانه واخد البطولات كلها، كان ما كانش فيه اخفاقات عنده، ما فيش اخطاء، ده النادي الاهلي عودنا على كده. فطبعا ان شاء الله بتمنى من الفتره اللي جايه طبعا لجنه التخطيط على مستوى عالي جدا بالدكتور بقياده الدكتور طه اسماعيل هيقع عليهم اختيار لمدير فني، يعني في ثلاث مدارس النادي الاهلي بيدرس ان يجيب واحد منهم، انا عايزه يكون الشخصيه، لان النادي الاهلي حمل تقيل في نجوم كتير هيقابلها، لو ما كانش مدرب عنده شخصيه قويه انت عندك نجوم عندك 30 لعيب ازاي ده يقعد على البنك، ازاي ده هيبدا التعامل لازم يكون قوي، لو المدير الفني مش قوي مهما مجلس الاداره يسنده بس في حته بتاعته الشخصيه اللي هي في الملعب، انت قوي جوه هيبقى تمسك الزمام صح اللي جام محدش هيفلت منك كله زي ما مانو الجوزي لما جه مش اول سنه ولا ثاني سنه اللي بعد كده شوف كان في الملعب عامل ازاي، اي لعيب في النادي الاهلي مهما كان اسمه لعيبه النادي الاهلي على مر العصور بتلتزم ولعيبه عندها ثقافه وماشيه كويس جدا جدا داخل النادي، بس شخصيه المدرب بيبقى فيها انضباط اكتر، سواء انضباط تكتيكي في الملعب للعيبه اللي هو بيرشحها بتلعب، سواء انضباط للناس اللي قاعده على البنك، يعني انا حته ان الشخصيه القويه اللعيب اللي بيغير عارف ان المدرب قوي عمره ما هيطلع
يعمل اي حاجه تخرج عن النص. يبقى اول حاجه الشخصيه طبعا. النادي الاهلي شخصيه النادي الاهلي دي قويه من ساعه ما النادي الاهلي اتنشا، هي الهيبه بتاعه النادي واسم النادي بيجبره اي حد ان يحترم النادي الاهلي. فانا عايز المدرب يلبس التوب ده اول ما يجي، يبقى عارف ايه النادي الاهلي ده، عارف حجم النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي في طموحات محليه وقاريه. جزء من نجاح مانويل جوزيه انه قرا ودرس وذاكر قوي طبيعه اللاعب المصري وطبيعه وحياه النادي الاهلي وجمهوره، قيمه النادي الاهلي. اكيد جماهير النادي الاهلي عندها طموحات محليه وقاريه يعني افريقيه، اي مشاركات النادي الاهلي جماهير تبقى طالبه كتير من اللعيبه ومن المدير الفني. فلازم هو لما يقعد كده لازم يفهم الحاجات دي كلها اول باول، وانا بتمنى يكون عنده جزء حتى مشاركات افريقيه، عشان احنا اغلبيه الاستحقاقات والبطولات اللي بيخش فيها افريقيا او حاجات بطولات عربيه او حاجات الدوري المحلي. فلازم يكون فيه المواصفات دي عشان ينجح داخل النادي الاهلي ويعمل نفسه شخصيه ويقعد، بدل ما يقعد موسم يقعد موسمين ثلاثه، لان هو اللي بيفرض على الاداره. النهارده لاسارتي لو كان مشي في الطريق مظبوط والناتج بتاعه في الاخر المحصله النهائيه رضا جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، عمر ما حد هيقول له مع السلامه. وبعدين حتى ماشي بصوره مشرفه، بس ما كانش هيمشي، بس كان في برضه ضربات كتير هو مسؤول عنها. انا ما اجيش انا اركز في حته معينه واسيب بقيه الفرقه، عندي جزئيات كتير في الملعب، لازم يبقى النادي الاهلي تيم ورك، فريق جماعي. ما اجيش انا اركز مثلا على لعيب معين بعينه شايف ان هو خارج الفورمه بقاله 7-8 مباريات او بعيد خالص، واجي ناس تانية ممكن تشارك. ما لعيب برضه لما يكونوا بعاد وانت مركز على شخص معين في مكان معين دول بيفقدوا الثقه وبتهرب منهم، انما انت لازم تبقى تعمل توازن. مش هقول لك اعمل روتيشن وتدوير، لا يعني برضو تبقى انت تبص للناس التانية. في حاجات تكتيكيه كتير سقطت منه، في مباريات كتير سقطت مننا كنادي اهلي. انت بتلعب فرقه زي مثلا بيراميدز ولعبناها مرتين او ثلاث مرات. طيب قبل ما نخش على قصه بيراميدز، اتفضل. احنا كنا بنتكلم على فكره التحديات او الامور اللي ممكن تضعها في المدير الفني. المدير الفني الجديد. بالظبط كده. اول حاجه قلت الشخصيه. طبعا الشخصيه. تمام. ثاني حاجه القياده في الملعب، كرات المباراه، تغييراتك، الهيبه بتاعتك جوه اللي هي مرتبطه بالشخصيه، كل الحاجات دي كلها بيحطها في الاول، دي هتولد النجاح وتولد الشخصيه بتاعته ان يبقى داخل النادي الاهلي بقوه. زي ما قلت لك نبقى احنا ايه نطمع ان يقعد سنتين ثلاثه، مش يجي موسم واحد ويمشي. النادي الاهلي متعود ما يغيرش مدربين، بس المدرب اللي هو بيفرض شخصيته ان هو يتغير او يبقى موجود تمام في الكيان الكبير ده. فانا طبعا اكيد الناس اللي جايه الاختيارات النوبه دي هتبقى بدقه بعنايه، يعني مش عايز اقول لك وانا متفائل. يعني طبعا زي ما قلت لحضرتك لجنه التخطيط دكتور طه اسماعيل خبرات كبيره مع كابتن زكريا مع كابتن خالد بيبو، يعني ايه يعني اعمار مختلفه والفكر قريب من بعضه، في الاخر هتصب ان هم الاختيارات تكون في واحد عنده كفاءه عاليه يجي يدير النادي الاهلي كمدير فني. تمام. فدي ان شاء الله احنا متعشمين وبنتمنى تكون موجوده الفتره اللي جايه. تمام. في عناصر تانية ولا اهم حاجه الشخصيه وبس؟ لا، وزي ما قلت لحضرتك بالنسبه للي هيواجه اللاعبين كتير نجوم، يعرف يتعامل معاهم ازاي، يبقى عنده سنس في التعامل، ما يبقاش يعمل ايه، يبقى في فروقات بعيده عن بعضيها من الاول كده. كل ده زي ما قلت لحضرتك برضو بعيدها تاني بيولد النجاح. الاستقرار موجود في النادي الاهلي. ما هي في جزء للنجاح بيبقى متوقف على برضو غرفه اللبس او التعامل خارج الملعب. الكوره مش اكيد فنيات بس وملعب بس. ما هي الشخصيه دي في حاجات مقسمه اتنين. حتى انا كنت كاتبها، انا يعني معتقد ان حضرتك هتسالني في الجهاز الفني الجديد بتاع النادي الاهلي، ان هو بره الملعب الشخصيه وجوه الملعب شخصيه، بيبقى في سنس في التعامل. ما انت مش هتبقى على طول داخل مبوز وكاشش في الناس وبتاع، لا، في حته قبل التمرين بتعامل باحترافيه مع اللعيبه كويس عشان يحبوك. لو اللعيبه حبتك الموضوع انتهى خلاص، خلصت، انت وصلت. يعني مانويل جوزيه اول سنه، ثاني سنه اتحب، اللعيبه كلها بتحبه. في ناس كانت عمالقه في لعيبه النادي الاهلي قعدوا بره ما حد زعل عشان بيحب المدرب وعارف المدرب مصلحه الاهلي فوق كل اعتبار. فهو المدرب بيشارك فيها بنسبه كبيره، حته برضو الفنيه يكون عالي، التكتيك بتاعه، مدرب يجي بيقرا الخصم، تلعب بشغل كويس على اللي قدام، ما يبقاش انت بتلعب ومتكتف. ان الاول كنا تلاقي فرقه النادي الاهلي كل ثانيه عند الجون مضيع 10 تجوان بس جايب 5 تجوان. دلوقتي ساعات احنا بنوصل ساعات بالعافيه، ما يبقاش زي الاول. يعني سيبك من المباراه الاخيره، لا، في ماتشات احنا خدناها بصعوبه. ما برضو ده بتفرق للتكتيك بتاع المدرب، هو اللي وصلك هو اللي اشتغل. ما انت جاي بقى اجنبي لازم تكون اعلى من اي حد في مصر،
يكون عندك فكره عاليه جدا جدا ده اللي بتوظفه لفرقه النادي الاهلي اكيد. فانا دي اللي بنتمنى يكون فيه المواصفات دي حتى لو غالي شويه بس مش مشكله، احنا عايزين النجاحات تبقى مستمره والاهلي ما يفقدش اي حاجه يخش فيها بعد كده. تمام. حضرتك ذكرت مباراه بيراميدز، هل الاجواء او الجدل التحكيمي اللي حصل في هذه المباراه سيلقى بظلاله على مباريات الدوري او مباريات المحليه الفتره القادمه، ولا احداث هذه المباراه انتهت وهيكون في تدارك للموقف من قبل اتحاد الكوره في المرحله الجايه؟ لا، هو حته اتحاد الكوره دلوقتي حصل فيه اختلاف، الاتحاد الكوره الاولاني مشي، هيبقى في اتحاد كوره جديد اكيد المنظومه هتتغير، حته ان يبقى في لجنه الحكام جديده، الناس ترشح اللجنه الموجوده دي هترشح لجنه حكام جديده تكون فيها ناس كفاءات عاليه جدا، ما عندهمش اي ميول، ما عندهمش اي انتماءات، شخصيتهم تبقى قويه، هيجوا يشتغلوا والله يشتغلوا ثبت وجودهم، هتلاقي التحكيم ممتاز جدا جدا. وبتمنى اللجنه الجديده دي تساعد ان يكون الفار موجود السنه الجايه، خدمه الفار دي هتساعد الحكام كتير وهتساعد المنظومه بتاعت التحكيم بالنسبه للمباريات اللي هي تبقى صعبه جدا. الحكم بتاع مباراه الاهلي وبيراميدز احنا اتظلمنا ظلم زي ما بيقولوا باين على مرأة ومسمع الناس كلها، لينا ضربتين جزاء واضحين جدا جدا، ده في واحده لو واحد كفيف هيحسبها تحت حسين الشحات، عدى من احمد ايمن منصور ناحيه اليمين جوه السته وراح ما حسبهاش، وبعدين اسمع تعليقات بعد كده يقول لك اصل هو اعتمد ان الحكم الخامس اللي على الخط ان مثلا هيديله مثلا يقول له احسبها او يلفت نظره، دي واضحه جدا الحكم الخامس عمل نفسه مش شايف، ما ينفعش، دي ضيعت منك بطوله، ما انت ليك ضربتين جزاء هتجيب الاثنين هتكسب مباراه. طب لحين تطبيق تقنيه الفيديو تقنيه الفار هل تؤيد استمرار تجربه الحكم الخامس ولا نكتفي بالحكم الرئيسي الحكم الساحه واثنين مساعدين؟ والله انا بكتفي بالساحه واثنين مساعدين، شايف الخامس ملوش دور، ما عندوش شخصيه قويه، بل بالعكس سبب في مشاكل اكتر. لا بس لحد ما ينطقوا لحد ما ينظموا او موضوع الفار ده الفيديو كده يبدا هيبقى في صعوبه شويه بنتحملها، بدل الخامس موجود ما بيعملش حاجه، قبل كده اثاره ماتش الانتاج الحربي اتشد من هنا من رقبته قدام الحكم الخامس وما حسبهاش ضربه جزاء، ودلوقتي ماتش بيراميدز الراجل قدامه حسين الشحات يعتبر تحت رجله هو واحمد ايمن منصور، يعني التجربه لم تنجح وتفضل ان ما يكونش استمرارها للموسم القادم. طبعا اصل استمرارها زي عدمه، يعني بص حضرتك ايه الايجابيات؟ طيب ما احنا كنادي اهلي خسرنا طلعنا بره الكاس بطوله برضو مهمه لينا فقدناها بسبب التحكيم، مع احترامي ليه لكل التقدير والاحترام والحكام اللي انا بحبها جدا، حكم محترم جدا جدا وراجل نزيه وما فيش اي اختلاف عليه، بس ذبحنا ذبحنا لما انا اجي هنا انا مش بنقضه او يعني بعلق الشماعه عليه، بس ليا حقوق كان لازم يدهاني، ده حقي حقي الشرعي كنادي اهلي، ضربتين جزاء طلعوك بره المنافسه، خلوا لعيب يتنرفز، يخلوا حد من الجهاز يتنرفز، ما انت اللي بتخرجنا عن شعورنا، تذبحني انا المباراه بتاعتي في حاجات اخطاء فرقه بسيطه بس ممكن تعدي في رغم من ظروف المباراه، بس انت ما تخسرش لو حسب لك ضربتين الجزاء، في حاجات مشكوك فيها كده صغيره مش عايز اقف عنديها، بس دول لازم يتحسبوا. طب هل تتوقع الاخطاء دي تاثيرها هيكون سلبي على الموسم القادم، ولا الموسم القادم اللي هو مش بعيد على فكره اقل من شهر، هل الاخطاء دي مش هتتكرر او هيكون في معالجه في الموسم الجديد؟ بس انا لجنه الحكام اللي هتشتغل الموسم الجديد، الحكم اللي يخطا انا في وجهه نظري يكون الخطا بتاعه فادح واضح جدا اخبطه 3 اشهر، لو هتشطبه 3 اشهر 6 اشهر الشطب صعب. طيب 3 اشهر الشطب ده لامور ثانيه، عارف 3 اشهر ليه؟ امور فنيه، عارف 3 اشهر ليه؟ اصل الواحد ساعات برضه غصب عنه بيتضايق بتنرفز، انت مش بايدك حاجه، لما الحكم مش تقول لي لفت نظر مباراه مباراتين، لا شهرين 3 اشهر، اي واحد تاني هيخاف يعمل كده، مش هيخاف ان هو متعمد، هينزل المباراه عنده تركيز عالي جدا جدا ما يغلطش، الغلط في اوف سايد ما يكونش فيه هدف يعدي، انما ضربتين جزاء تطلع بيهم، هدف يكون مثلا تسلل وتحسبه يخسر فريق 3 بونت، ما دي حرام. فانا ما اعتقدش ان الموسم اللي جاي هيبقى زي الموسم اللي هو هيبقى انتهى بسلبياته وبايجابياته، لان اللجنه اللي جايه دي مطلوب منها شغل كتير بعد اختيارهم، اول حاجه يعملوها موضوع لجنه الحكام، يختاروا ناس اعضاء اللجنه، اعضاء اللجنه ناس متفرغه للمكان ده وللمجال ده، يكون عندهم رؤيه، عندهم خبرات كبيره في مجال التحكيم، ومش هقول
كلمه ممكن حد يزعل مني، يكون الضمير قبل اي حاجه، يكون الضمير قبل اي حاجه، لان اوحش حاجه في الدنيا الظلم. فرقه تهبط، فريق يكون يطلع بره بطوله، حرام. فانا شايف الموسم اللي جاي ان شاء الله باذن الله هيبقى فيه تغييرات كويسه جدا هتكون صالح للكره المصريه باذن الله. طب هل الموسم القادم هيكون اقوى وافضل من الموسم الماضي، ولا الموسم الماضي ده مش هيتكرر لا في مستواه ولا في تنظيمه ولا في اي حاجه ثانيه؟ الموسم الماضي ده زي ما بيقولوا ايه كده زي ما احنا قلنا قبل كده في اكتر من حلقه، يعني بغض النظر عن كلمه استثنائي. لا بغض النظر عن الكلمه دي هقول ليه. اصل اللي ربط الموسم ده وخلى فيه فشل شويه، مش كله طبعا، الموسم كان فيه ضربات كتير منهم بطوله الامم الافريقيه. لا هو الدوري نجح وكان قوي، ولا كان دوري ضعيف؟ الدوري كان بنسبه 60%، يعني برضو مش عايز اقول ضعيف ومش عايز اقول قوي، بس طبعا في فرق اجتهدت، وبالنسبه ليا الدوري قوي. انا بالنسبه ليا كنادي الاهلي الدوري قوي، خدته زي ما بيقولوا ايه من فم الاسد، كان بيني وبين المنافس نقط كتير، واجتهدت واشتغلت وتعبت وخدت البطوله عن جداره. دي من البطولات اللي قويه جدا للنادي الاهلي، لان هو ما كانش في الاول كان قريب. لا انا اقصد ما هي المنافسه الشرسه لغايه اخر اسبوع بتؤكد ان الدوري كان في مستواه كان قوي. الشراسه لكن كانت بين الاهلي والزمالك بالظبط. انا بتكلم بقى على كل الانديه، انا بتكلم على الدوري اجمالا. اي الدوري اجمالا، ما حته الهبوط والناس اللي في النص كان دوري عادي، ان هي الشراسه كانت فوق لغايه الاخر، عشان الفرق كان بين الاهلي والزمالك، الفرق كان من نقاط كبير. الاهلي يعود وبقوه وياخد البطوله دي ما تتنسيش، بطوله غاليه للنادي الاهلي. بس انا بتكلم على الحته الفنيه، لا المفروض يكون الدوري اقوى من كده. طب هل الموسم القادم بنفس الشراسه مع الثلاثي اللي كان موجود في المقدمه، ولا ممكن عدد الانديه اللي هتنافس على البطوله هتزيد، ولا بنفس العدد الثلاثه؟ لا الشراسه هتكون موجوده، اهلي زمالك بيراميدز نفس السيناريو، بس اللي هيفرق الدوري اللي فات عن ده ان مفيش توقفات كتير، حته برضو البطوله الافريقيه فدي خارجه عن ارادتنا. تنظيم جه لمصر، مصر نظمت البطوله واشتركنا، فرق معانا جامد جدا. ده في ناس ماتت وصحيت والدوري اتلعب، يعني مش قصدي يعني في ناس كانت بعيده، يعني الناس اللي هي حته حتى الهبوط عارف لو فضل متعلق لحد الاخر، ان لحد الاخر الماتش بعد البطوله الامم الافريقيه كانت الدنيا ملخبطه قوي. فالسنه الجايه هيبقى في تنظيم على مستوى عالي، هيبقى في الاخطاء اللي وقعنا فيها الموسم ده اللي فات مش هتتكرر تاني الموسم اللي جاي، والناس اللجنه اللي جايه تشتغل دي عايز يبقى ليها بصمه وليها دور. بعد ما وقع عليهم الاختيار وان هم متواجدين اللي هو المجلس المؤقت. المجلس المؤقت انا شايف فيهم برضو ناس يعني ايه جداد على الساحه، بس في ناس عندها خبرات، يعني زي محمد فضل واحمد عبد الله، دول لعيبه كوره موجودين في اللجنه. في الدكتور جمال محمد علي، في الباشمهندس عمرو الجنايني، في الدكتوره سحر عبد الحق، في برضو خبرات التعامل مع الموسم اللي جاي. اكيد في ايجابيات هيستفادوا منها من البطوله اللي فاتت، في سلبيات اكيد مش هيشتغلوا عليها. واول حاجه هتبقى من عوامل النجاح اللي هتساعدهم موضوع لجنه الحكام اللي التحكيم، لان دي اهم حاجه في عنصر اللعبه، دي اول حاجه يخلصوا منها. ثاني حاجه تنظيم الجدول الدوري يكون منظم، لو في استحقاقات كل حاجه في ميعادها، ما يكونش فيه مؤجلات كتير. كل الحاجات دي كلها في الاخر هتكلل بالنجاح بالنسبه للناس اللي جايه تشتغل. عكس كده هيبقى فيه مش هيبقى فيه نجاح ليهم. طيب رايك ايه في اعلان الفيفا؟ وانا بحدد المسميات بالظبط. اعلان فيفا للجنه الخماسيه اللي هتدير الاتحاد الفتره القادمه. كمدرب او كراجل فني في المجال، شايف ده اصلح للكره المصريه الفتره الجايه، ولا حسبتها ازاي او شفتها ازاي؟ بالنسبه للجنه اللي موجوده المجلس المؤقت، الفيفا ما وافقش عليها كده من فراغ، اكيد تم ترشيح هنا من عندنا من مصر، وشافوا السيفيهات بتاعتهم، شافوا السيره الذاتيه، فاكيد وقع لهم الاختيار. الناس طبعا زي ما بيقولوا كده باللغه البلدي ليهم ايادي بيضاء، لو كانوا في المجال، يعني فضل اشتغل في الامم الافريقيه كتنظيم ونجح بامتياز، بطوله كانت على المستوى التنظيمي كانت فوق الممتازه، كويسه جدا جدا. كانت بطوله دوله فعلا بصراحه، يعني بطوله هايله، يعني راعت جدا كاس الامم الافريقيه واولت لها اهتمام كبير. بحيي المنظومه العسكريه، كانت بطوله دوله بالفعل، بحيي المنظومه العسكريه، كل التحيه والتقدير ليهم. طبعا الناس الفنيين اللي اشتغلوا، في ناس اشتغلت في الاتحاد، مش عايزين نظلمهم، الناس اللي مشيت في ناس اشتغلت، بس المنظومه العسكريه اشتغلت جامد جدا جدا في فتره قليله، ونظموا الملاعب كلها كانت على مستوى عالي. فضل اشتغل واجتهد، والبطوله كانت مميزه جدا جدا، بس هي طبعا ايه كانت من الناحيه الفنيه بالنسبه لنا المنتخب ما كانتش كويسه، بس انا بتكلم على الناحيه التنظيميه، فاكيد خد خبرات فضل الفتره اللي اشتغل فيها. احمد عبد الله كان بيلعب في نادي الزمالك ودكتور عنده برضه خبرات في المجال الرياضي،
اكيد برضه هيجتهد الدكتور جمال محمد علي من الاعمده الاساسيه اللي موجوده فيهم، راجل اكاديمي عنده برضه خبرات. اللجنه دكتوره سحر عندها برضه خبرات، كانت ماسكه نادي النصر، رئيس نادي النصر، رئيس نادي النصر عندها خبرات، ومن الناس الشخصيات المحترمه جدا. الخمسه ما فيش اي علامات عليهم اكس زي ما بيقولوا، لا ده علامه صح، بس الشغل بقى اللي هيوضح اكتر. الشغل ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك، ايه المطلوب الموسم اللي جاي من بطولات، الاستحقاقات اللي بيشارك فيها، من استقدام مدرب هنتطرق ليها، مدرب لمنتخب مصر. ما فيش مجاملات، هل مفيش عاطفه، او هل ترى ان المدير الفني للمنتخب نفس الاسماء اللي كانت تولت المسؤوليه من قبل، ولا شايف ان الافضل ترشيح وجوه جديده او ضخ دماء جديده في الجهاز الفني لمنتخب مصر؟ هو اللي انا علمت بيه الفتره الاخيره، او اللي انا وصل لنا كلنا في الشارع الكروي، يعني ان هم لازم يكون محلي. لازم يكون محلي، ودي برضو نقطه كويسه ايجابيه مش وحشه. يعني هي معظم انجازات منتخب مصر كانت اكثر مع المدربين الوطنيين، اكيد زي الكابتن حسن شحاته، ثلاث مشاركات افريقيه، خد الثلاث بطولات، من الانجازات العظيمه اللي اي مدرب يتمنى يحلم بيها بالزبط. سواء محلي او اجنبي، ودي تحط تحتيها 100 خط. كابتن حسن رقم واحد. في ناس كانت مرشحه بعض المدربين، اصعب وجوه جديده تخش يعني تكون صغيره، لازم حد يكون عنده خبرات، حد عنده شخصيه، زي ما بقول لك شخصيه النادي الاهلي، لازم شخصيه المنتخب، حد قيادي، حد قوي في الاختيارات، في التعامل مع اللعيبه في الملعب. انت شفت المدربين اللي كانوا موجودين، الشخصيه تحت الصفر، الاثنين كان اجيري او المكسيكي اللي بعديه، ده وجهه نظري. لان ما فيش حاجات، مش عايزه، احنا اصعدنا، ده حلم الناس انت تصعد كاس عالم، حلم الناس مثلا ايه توصل بعد كده بطوله افريقيا او تاخد البطوله زي الكابتن حسن شحاته، بس ما شفناش ايجابيات لا فنيا ولا نتائج ايجابيه. ده في وجهه نظري، غير ان الدنيا كانت بايظه في ظل وجود المدير الفني الاجنبي، سواء في كاس العالم او في بطوله افريقيا اللي كانت في مصر، كان في انفلات غير عادي بالنسبه للعيبه، سواء في المعسكرات سواء في المباريات، فكل دي خلاص خلصنا منها. هيجي هنا انت في وجهه نظري محلي، اللي على الساحه مين دلوقتي؟ كابتن حسن شحاته، وفي ناس بتقول للكابتن حسام بدري، في ناس بتقول الكابتن حسام حسن، على اساس ان الثلاثه قريبين اولهم بالبطولات كابتن حسن شحاته، معاه سي في جيد جدا. بس هل كابتن حسن عنده المقدره الفتره اللي جايه يقود المنتخب بيبقى نفس الكفاءه بتاعت الفترات اللي قبل كده؟ يبقى هو رقم واحد. دي ترجع له هو، سواء يكون جهاز فني محترم معاه، جهاز فني على مستوى عالي، ويشتغل حسب اختيار اللجنه اللي ترشح. بس اسالني انا كنت بتمنى حسام حسن. اتمنى حسام حسن عشان حته القياده، وقوي في الملعب. الفتره اللي جايه عايز واحد قوي، اغلبيه اللعيبه اللي في المنتخب كلهم اعمارهم صغيره. دي وجهه نظرك يا كابتن صديق؟ وجهه نظري وانا بقول وجهه نظري، دي ما تقللش من اي حد. لا لا لا، انت ممكن تقول انا عايز اجيب جوزيه، عايز اجيب مثلا مورينيو، انت حر. سأقول ليه حسام حسن؟ لو قلنا هو مدرب قوي في الملعب، الفتره دي بعدين ده منتخب مصر، لا يمسك اهلي ولا زمالك، هيجي له احسن العناصر، هيختار لعيبه، هيختار بدقه وبعنايه، وهو جريء في الاختيارات. الناس اللي كانت بتختار قبل كده كل مدرب فيهم سايب ثلاث اربع لعيبه كويسين ما خدهمش. تمام. يحب بقى يكره بسبب الجهاز الفني المعاون، بسبب وجهه نظره؟ لا، حسام حسن هيختار الناس اللي تنجح البلد، وهيشتغل لمصلحه مصر. لو في اي حاجات سلبيات عنده المنتخب غير النادي يا كابتن محمد. ازاي؟ لو في عنده حصل اي حاجه في المصري، في الزمالك، في اي المقاصه، في اي انديه، لا ده منتخب مصر اعلى حاجه في مصر، سمعه البلد، كرامه بلد، هيبه البلد. لو اشتغل في المنتخب، في الكوره، انا متوافق في الكوره، في الرياضه، انا اسف، في الرياضه بالزبط. لو اشتغل في المنتخب انا متاكد هيعمل حاجه كويسه، هيبقى ليه تواجد. بس الراي الاول والاخير لمين؟ للجنه اللي بتختار. جه الكابتن حسن شحاته، كل مصر هتسنده، ومن الشخصيات القويه ومدرب عظيم وليه تاريخ. كابتن حسام البدري عنده برضو امكانيات عاليه جدا، حقق بطولات كبيره مع النادي الاهلي، وليه باع طويل في الدوري المصري والمشاركات الافريقيه، واخد بطولات كتير. لو موجود كل الناس معاه، بالمهم طالما مصر جاي هيشتغل مسانده من كل اي ناس في مصر، كل الميول اللي موجوده كلها مع المدرب المنتخب الوطني المحلي. تمام. هل تتوقع يا كابتن صديق ان
اللجنه او المجلس المؤقت اللي هيدير الاتحاد هل ممكن يختار مدير فني للاتحاد هو اللي يختار المدير الفني للمنتخب، ولا في جلسه الاسبوع الحالي او في نهايه الاسبوع ممكن اللجنه نفسها او المجلس المؤقت هو اللي يختار المدير الفني بشكل مباشر؟ انا بصراحه عمر ما شفت مدير فني في الاتحاد اختار مدرب. فذكرني انت كده، يمكن انا ناسي، ما فيش مدير فني اختار. حتى لما جه كابتن جوهري فتره مدير فني ما اختارش حد، عملوا معاه مشكله وطفشوه. طب هل طفش راح على الاردن؟ طب ده صح ولا غلط؟ ده غلط. المنظومه عشان تدار بنجاح، يعني مثلا عندك انت لما تكون تجيب ناس معنيين بكره القدم عندهم خبرات تمسكهم لجنه او تمسكهم اي مجال هيبدعوا فيه، لان هم عندهم الامكانيات وتؤهلهم في الاختيارات في الخبرات. انا دلوقتي هم هيختاروا مدرب، اللجنه اللي تختار. طب اقول لك على موقف، المدرب اللي فات في منتخب مصر في واحد ولاعيب كبير برضو عنده كاريزما والناس كلها بتحبه وعنده شخصيه كويسه، ما كانش موافق على المنتخب جابوه غصب عنه. قال لك ده انا ما كنتش اعرف واتفقوا معاه. لا، ما انت المنظومه ما تقعد على الطاوله تجيب كل المعنيين بكره القدم، مجلس اداره الاتحاد او الخمسه الموجودين اللي تعينوا دول نجيب مين؟ لازم يكون في توافق حتى في الاختيارات، في رؤيه فنيه واضحه. بس في اوقات من غير الاداره الفنيه للاتحاد او مدير فني رئيس الاتحاد اختار مدير فني ونجح. يعني انا فاكر في توقيت 2005 كابتن عصام عبد المنعم اختار الكابتن حسن شحاته بعد رحيل طردلي. بس ده كان رئيس الاتحاد. مش انت قلت يا مدير فني للاتحاد، انا رديت على سؤال حضرتك، مش مدير فني، رئيس الاتحاد اللي جابه وبرضه وفق فيه، لان برضه ما كان في عوامل مساعده يا كابتن، كابتن محمد، في عوامل مساعده بتنجح المنظومه، من ضمنها اللعيبه. القماشه برضه كويسه، كان من اعظم لعيبه الكوره في الجيل ده، التزام، اخلاق عاليه جدا، صلاه، كل حاجه فنيات عاليه في الكوره. ما احنا قلنا في البدايه في امور خارج الملعب مهمه جدا زي الملعب. الله ينور عليك. كل حاجه، مش يعني الكوره مش كل حاجه جوه الملعب، انا معاك، شغل فني او تكتيك بس. اتطرقنا فيها للمدرب بس ما اتطرقناش للعيبه اول في بدايه حديثنا، بس احنا بنضيف عليها انا وانت اللعيبه. القماشه كويسه، معدلك اللعيبه، حسني عبد الرب، احمد فتحي، عماد متعب، ابو تريكه، بركات، وائل جمعه، عمرو زكي، ممكن نكون ناسي حد، محمد شوقي، مجموعه لعيبه كوره اخلاقيات عاليه جدا. مش معناه ان اللعيبه دلوقتي مش اخلاق، لا، كل لعيبه المنتخب اخلاق أكيد. لو في بيسقط منهم واحد او اتنين مش مركز، بس بقيه اللعيبه كلهم على مستوى عالي ومتدينين وكل حاجه، بس المجموعه دي لن تعوض، على راسهم عصام الحضري. فكانت فرقه كوره. فكابتن الحسن طبعا لما جه ربنا وفقه وخد البطولات دي كلها، هو برضه اشتغل واجتهد برضه. حمد كان في تجانس، في تجانس، واحمد سليمان، وبعدين اللعيبه كانت مساعداهم. فبتمنى ان اداره الاداره المكلفه دي الاتحاد المصري اختيار المدرب في اسرع وقت برضه، عشان ايه؟ هو حسب معلوماتي اعتقد قبل نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله. ربنا يوفقهم كلنا معاهم يا كابتن. ان احنا في اختيار مدرب من اللي قلنا عليهم الثلاثه يكون موجود، عندهم بقى رؤيه فنيه ثانيه، اي حد يجي بس المهم يكون ايه؟ على المستوى المنتخب. تمام. ان يشيل اسم المنتخب واسم مصر، ودي بتبقى امانه. ان الناس دي تختار بدقه وبعنايه عشان ربنا يكرمهم، ما يجوش كده فتره كل. وكمان حاجه مهمه جدا نحط تحتها 100 خط، كل واحد ينسى ميوله. انتوا جايين تخدموا البلد، ماليش دعوه بقى ده من هنا ده، لا. انا متاكد ان هم الناس دي هيكونوا استفادوا من اخطاء الغير ويشتغلوا الفتره اللي جايه كويس، لان دول المكلفين. يعني مش عايز اقول لك انا. بالتوفيق يا رب الفتره الجايه ان شاء الله. يا رب. كابتن صديق، كلمه اخيره تحب تختم بها هذا الحوار؟ بختم طبعا، بتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه ويكون موسم كويس جدا جدا، وربنا يبعد عن لعيبه النادي الاهلي الاصابات، ويكون في نجاحات في الاستحقاقات كلها اللي احنا بنشارك فيها باذن الله. كابتن صديق جمال، انا بشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق ليك يا رب ولجنه اكتشاف المواهب. تجينا نشوف لعيبه بقى مواهب متميزه في الاعمار السنيه كلها داخل قطاع الناشئين، وليه ما لا باذن الله يكونوا نجوم في الفريق الاول ان شاء الله. باذن الله ربنا يوفق باذن الله. شكرا جزيلا كابتن صديق. اشكرك كابتن جزيلا. اشكرك. كانت فقره فنيه مهمه جدا مع الكابتن صديق الجمال، لكن ما تروحوش بعيد، ده بعد الفاصل ضيف الفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله، الكابتن محمد عبد الجليل مدير الفني او رئيس قطاع الناشئين بنادي مصر المقص. اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الثانيه والاخيره من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفني فيها نجم من نجوم النادي الاهلي، اللي انا على المستوى الشخصي لما ابتديت اتفرج على كوره كده في
مش هقول في اواخر الثمانينات او اوائل التسعينات، بس لما شفت كوره الجيل العظيم كابتن محمد عبد الجليل، كابتن علاء عبد الصادق، كابتن ايمن شوقي، كابتن بدر رجب، جيل كان متميز جدا وكانت مباريات رائعه. ضيفي وضيفكم الكابتن محمد عبد الجليل نجم النادي الاهلي وحاليا رئيس قطاع الناشئين بنادي مصر المقصه. كابتن عبد الجليل منور الدنيا، وانا مبسوط ان انا اول مره النهارده معاك في قناه الاهلي. ربنا يخليك يا استاذ محمد، يعني انا برضو دخلت، يعني انا بتفرج عليك على طول. الله يخليك. بجد انت من الشخصيات الهاديه الجميله وربنا يكرمك يعني ويوفقك. يعني انت كان معاك صديق جمال، انا بقالي كتير ما شفت الصديق، فانا ما دخلت القناه وببص على التلفزيون فبقول للمعد، بقول له مين دوت؟ انا ده بشبه عليه، ما كنتش سمعت كلامه لان الصوت واطي. قلت له هو ده صحفي ولا اعلام؟ فانا داخل في وشه فبيقول لي ده كابتن صديق جمال، فبصيت للصديق كده. طبعا صديق ده عشره عمر سنين، بقاله كتير ما تقابلتوش، بقالنا يجي 10 12 سنه مش صح ما شفتوش، بس هو ما اتغيرش، دمه خفيف زي ما هو. فقلت له نهار بس صدق ما عرفتكش يا صديق، اتغير جامد يعني. هو ملتقى الاهلاويه بقى في قناه النادي، هو بيتنا البيت الكبير للكل. بيتنا يعني، وربنا يكرمنا فيه دايما ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. في جزئيه مهمه جدا وانا حتى بقدمك كابتن عبد الجليل، فكره في لعيبه او في اجيال بترسخ في عقليه المشاهد حب النادي الاهلي او حب الكوره في النادي ده. الاجيال دي بتيجي يعني، او اجيال بتتواصل وبتجيب كلها بطولات، لكن في اجيال بتبقى مسمعه مع الجمهور كل مثلا 10 سنين مثلا جيل معين يسمع مع الناس. دي حقيقة. تحس بيها لغايه دلوقتي مع الناس في الشارع؟ يعني فعلا انا بحس ان الناس لسه فاكره محمد عبد الجليل. انا مبطل بقالي 19 سنه. 19 سنه دي في الكوره كتير قوي. لو انا ما علمتش مع الجمهور، جمهور النادي الاهلي، جمهور نادي الزمالك، جمهور نادي الاسماعيلي، جمهور بروح اسكندريه، بروح شرم، بروح الغردقه، بروح الجمهور فاكر محمد عبد الجليل، ودي مش قليله ان لعيب يسيب بصمه في اذهان الناس. في ناس كتير عدت مرور الكرام ما علموش قوي يعني. زي ما انت بتقول، في كل 10 سنين كده في جيل، في حوالي 10 لعيبه الناس فاكراها كويس، فاكره بصمتها، فاكره أدائها، فاكرة حركاتها، فاكرة طريقتها. الحمد لله رب العالمين، الواحد يعني يعتبر منهم، يعني من الناس اللي لسه الناس فاكرها الحمد لله. برضو من ضمن الذكريات الجميلة كانت مباريات القمة. وأنا فاكر في التوقيت ده كان الكعب الأهلي كان عالي. وفي نفس الوقت أنت بتلعب منافس نادي الزمالك، بتلعب قدام منافس فيه نجوم، يعني كان فيه لعبة كبيرة في التوقيت ده مع لعبة كبيرة في النادي الأهلي. كانت المباريات القمة وقتها، حتى بتعليق كابتن الجويني، الكابتن محمود بكر الله يرحمه، كان لها نكهه كده معينه. والله فعلا انا عايز استرجع معاك الذكريات الجميله دي. بص، ماتشات القمه دي بالذات انت بتبقى مثلا قاعد في المنتخب من 88 مع الكابتن جوهري في كاس عالم، انت عارف ان احنا كنا بنقعد بال 45 يوم ما بنشوفش بيتنا، فتبقى قاعد مع اشرف قاسم واسماعيل وعصام مرعي وايمن منصور وحسين عبد اللطيف وبعدين بتيجي تلعبهم في الملعب. فالناس فاكره ان في بتبقى حساسيه، يعني شاميه كان يقولوا الجزار واللي بيضرب وكده، بتبقى بنهزر مع بعض في الملعب وبره الملعب، وبيبقى ذكريات في الملعب جامده قوي. انا اذكر ماتش 3-0 دي كان من سنه 78 كان في المقاولين. من 78 كان الاهلي كسب 4-2 في الكاس. من بعديها كان اللي يكسب 1 اللي يكسب 2-1 1-0، ما كانش فيه ابدا السكور العالي ده غير سنه 93 94. فبعد الجون الثالث دي حسيت ان لا، يعني ما ينفعش اللعيبه بتاعت الزمالك دي 3-0 تقيله. وكان ساعتها ان الاهلي 3 دي ما يعني مع الزمالك، وطول عمر كان الفتره دي احنا كعبنا عالي، بس المواهب في الزمالك كانت افضل مننا. يعني كانت اللعيبه في الزمالك عدد اللعيب المواهب اكتر، بس الالتزام والجديه والبطوله في النادي الاهلي. الحرفنه والموهبه في نادي الزمالك. يعني اللي هو ايه زي ما بقول لك، شوطي وحوري. حتى لما رضا جالنا الاهلي، رضا عبد العال، فلقى نزل التقسيمه لقى ان ابراهيم حسن بيمسك الكوره، روح انا قاطع الدياجونال دوت، يروح معمول يروح دايس عليها عاملها، رمضان وحسام وايمن يخش في دماغ بعض تتفتح دماغهم جون. فرضا قال لي يا عبد الجليل اللعب ده؟ قلت له لا، رضا هنا مش الفن والهندسه، واشرف يطلعك بكعبه واسماعيل يطلعك بكعبه، مش مهم جوان، هنا الرجوله تأدي جون دوري. هو ده النادي الاهلي. ما هتفضل واقف ومستنيها تجي لك تعملها كده وتعملها كده، مش تلعب كوره. قال لي طبعا، قلت له لا يا رضا، اندمج مع المجموعة. اندمج لما تجي لي الكوره، طب قرب مني. وفعلا قعدت فتره طويله، لان هو مش واخد على ستايل لعب النادي الاهلي، هو واخد على لعب نادي الزمالك، يقعدوا يباصوا لبعض ونقل ومش عارف ايه وكعب والحاجات ديت.
حاجات حلوه فن وهندسه وكده، انما هو مش واخد ان لا لازم انهيها بجون. فقلت له رضا امسك الكره قرب مني، فتجي لي الكره اروح موقفها رضا. رضا برده جاي من نادي الزمالك، فالجمهور جاي عايز يشوف رضا، فرضا يشتغل اللعب بتاعه وكده، فابتدى يتاقلم. حتى الان هاريس قال بعد كده عبد الجليل في فرقه ورضا في فرقه، عشان هو حاسس ان انا ما بعملش ادائي اللي انا بعمله. كل كره اسيبها لرضا، مش هو عايزني اشتغل برده الشغل بتاعي، وانا في نفس الوقت عايز رضا يتاقلم معانا. يا ايه انكار الذات الجميل ده؟ اصلا كنت بحب رضا. رضا بحبه، وبعدين كان جاي وجاي نجم، فما ينفعش نجم ينطفي، فانا عايز اظهره باي طريقه. دي مدرسه الاهلي يا كابتن عبد الجليل، لان حتى الاجيال الجديده اللي بنسمعها يقول لك اي لعيب جديد بيخش علينا لازم يندمج في وسطينا بسرعه، بنخليه ياخد علينا بسرعه، بيحس ان هو لا من زمان موجود في النادي مش لسه جاي جديد، مش عايزين نحسن هو لعيب جديد. صح. حتى على الاجانب كمان حتى بيتكلموا عربي بسرعه. دي حقيقه. انا لما استقف في النادي الاهلي من سنين، ولما بتطلع يعني انا طلعت وانا عندي 18 سنه، كان في نص الملعب خالد جد الله ومجدي عبد الغني، فانا واقف في التمرين حاطط ايدي في وسطي وداخل اشوط ضربه جزاء تمرين، فخالد جد الله زعق لي قال لي ايه ده ما تخش تركز وبتاع. هو ممكن ما يقوليش كده، محمد السيد وبدر رجب ولا عبد الجليل نام بدري مش عارف ايه مع ان انا هلعب مكانهم، بس بص الكلام يعني، انت بتنصحني انا هلعب مكانك. انت انا لو بقيت كويس انا هقعدك يا محمد السيد، هقعدك يا بدر. طب ازاي بتنصحني؟ مصلحتك نفس الكلام كابتن خالد جد الله، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. هو ده فعلا النادي الاهلي. ما هو انا مش بقول لك حاجه بطوله او حاجه ذكرى، يعني بكلمك على حاجه تلقائيه بتحصل. عمرك شفتني قابلت اسامه عرابي اقول له اسامه او كابتن اسامه؟ كابتن علاء عبد صادق، كابتن علاء ميهو، مفيش حاجه اسمها تنده له باسمه. انا مره في الملعب كابتن طاهر ابو زيد، العب يا كابتن طاهر، كابتن طاهر، كابتن طاهر. قال لي يا ابني كابتن كابتن كابتن، عم تقول كابتن يكون اتمسكت، قول لي طاهر، قول لي زيده، ما ينفعش يا كابتن. هو ده النادي الاهلي بجد بجد يعني. انا اتذكر لك الجون، كان جون الثالث في الزمالك، الكره العرضيه اللي عملتها ببطن رجلك، بطن رجلك راحت في زاويه صعبه جدا وفي ال 18، وبعدين كره عرضيه زي دي دلوقتي يقول لك ايه شوت بوش رجل بسرعه. لا هو عملتها بمهاره، هو اللي عملها لي بمهاره اكتر محمد رمضان. محمد فتح ناحيه الشمال، انا قطعتها من نص الملعب، لعبتها له واتحركت. ايمن شوقي قطع على القريبه وانا قطعت على البعيده، هشام كان واقف في النص مش عارف يروح للقريب ولا للبعيد. محمد رمضان من ذكائه رفعها بالظبط، هم قالوا ان هو رفعها اي حاجه بعد كده، لا هو منشل عليا، هي جايه لي هي نازله بالظبط على البعيده. وانا عارف ان حسين السيد هيقطع على القريبه، فانا الطبيعي ان انا احطها في القريبه. عملتها في الاتجاه العكس ليه، انا غيرت وش رجلي وعملتها ببطن رجلي في الناحيه الثانيه، فعما رجع كان لا رد فعله فدخلت يعني. طب ما دي مهاره وهندسه برضه يا كابتن جليل. لا ما هو اذا كنت قلت زمالك فن وهندسه، دي مهارة. انا بتكلم ان الاهلي برضه كان لا مهاره وفن وهندسه وبطوله. انت الحاجات دي البطوله الماتش اهو، انا بص قطعها منين؟ ايوه خدت الكره بنص الملعب بالظبط، وعملتها رمضان بره، فاكر الحاجات دي ما بتتنسيش. بص بقى ايمن شوقي قطع فين؟ راح اهو هيقطع على البعيده القريبه، جاري اهو هيضم لجوه، وانا رحت على البعيده، ورحت على البعيده. بص شامي كان واقف في النص مش عارف يروح هناك ولا هنا، ده برضو تاكتيك. ده تفاهم ما بين اللعيبه وما بينهم بعض، يعني انت جاي من تحت، ايمن شوقي ممكن يقف هيلخمني، هشام كان هيقف انا وهو جنب بعض هيقطعها مننا. بص ايمن راح، كابتن ايمن كانت من الناس الجميله، ممكن تجي له ممكن ما تجيلوش، انما هو راح، وده الصح بتقطع على العرض القريبه وانا قطعت على البعيده. فالطبيعي ان انا احطها في الزاويه دي، لان لحقتها برضو ايه يعني، ها فالطبيعي ان انا احطها في الزاويه القريبه، لا انا غيرت بطن رجلي. لا النادي الاهلي برضو يعني كان في عناصر لعيبه كنت تستمتع وانت تلعب جنبها. اكيد اكيد طبعا. السنه دي انا فاكر ليه لعبت في المقاولين العرب؟ يعني كان دايما مباريات الاهلي في استاد القاهره، انا فاكر السنه دي الدور الاول والدور الثاني اتلعب في المقاولين العرب. لا كل ماتشات الدوري بتاعت النادي الاهلي ساعتها اتلعبت، لان برضو استاد القاهره كان فيه اصلاحات حاجه زي كده، يعني كان الملعب الارضيه كانت وحشه اياميها، وحشه جدا، لان احنا لعبنا السنه دي ختمتوا نهائي الكاس، نهائي كاس افريقيا كابتن ايمن شوقي، لا كاس افريقيا افريقيا سبور 1-1 هناك، جبت انا جون 93 وعادل عبد الرحمن جاب ضربه جزاء هنا، كانت ارضيه الملعب سيئه جدا استاد القاهره، سيئه جدا. فمن بعدها احنا النادي الاهلي قرر لا، ما اشتكينا من النوعيه، فقال لك لا انقل كل ماتشاتنا استاد المقاولين. فتاني سنه لعبنا في استاد المقاولين كل الماتشات، يعني ذكريات جميله وايام جميله، واحنا من الاجيال او انا من الجيل اللي اترسخ فيه حب الاهلي من المباريات الجميله دي والماتشات الحلوه ديت. يعني والمواقف اللي بتتحكي دي لا يعني ما كانش حب من فراغ يعني. بص ان بعد ما جبت الجون الثالث دوت، جه محمد يوسف
واعتقد ايمن علاء عبد صادق وجم علينا وكنا قريبين من جهاز الزمالك من دكه الزمالك. فمحمد يوسف يعني بيفرح فرحان بعدين ثلاثه. فانا ما رضيتش احتفل، قلت له يوسف ما ترقصش، ما ينفعش عشان بتوع الزمالك واقفين يعني. قلت له خلاص خلاص يا يوسف خلاص خلاص، ما نخش اوضتنا نفرح زي ما احنا عايزين. ما ينفعش صداقه ولعيبه في الملعب، لعيبه تقيله زي دي، وانا اجيب جون وافرح الفرحه العارمه او الزياده دي. دي برضو احنا تربينا عليها من كابتن صالح وكابتن طارق. كابتن طارق كان يقول لك انت لازم ترفع القبعه لنادي الزمالك، بص الادب والاحترام، المنافس التقليدي الله يرحمه، يقول لك انا برفع القبعه لناس معينه هناك، كمان نور الدالي، جلال ابراهيم، مش عارف مين مين مين، يقول لك الناس دي انا برفع لها القبعه احتراما. ليه؟ برضو في منافس تقليدي ليك. ما عمره ما اتكلم عن الزمالك وحش، لا كابتن صالح ولا كابتن طارق. حتى واحنا وحشين وكنا في المركز العاشر سنه 91، اجتمع بينا الكابتن صالح قال ايه؟ هتهبطوا درجه ثانيه ولا ايه؟ وجينا خدنا الدوري سنه 93 94 دوت 4-3 للاسماعيلي، في الاسماعيلي في اسكندريه مع الاسماعيلي. احنا فرحانين وكده، وبعدين الكابتن صالح قابلنا قال انتوا يعني احنا عور في وسط عمر، يعني انتوا وحشين. جملته الشهيره دي طبعا. انتوا وحشين واللي معاكم اوحش، الزمالك ما بيحبش ياخد الدوري فاحنا بناخده، يعني انتوا شدوا حيلكم اكتر من كده، انتوا ما تفرحوش بالدوري وانتوا فايزين بالدوري واحنا فايزين بالدوري. كان راجل عنده مصداقيه، كان راجل عنده واقعيه، كان راجل عنده يعني انا قابلته 3 مرات في العشر سنين اللي لعبتهم في النادي الاهلي، 3 مرات بره في انجلترا ومره مرتين في النادي الاهلي بس بالصدفه كده. كان في انجلترا كنا بنلعب كوينز بارك رينجرز ماتش ودي، هو اللي كان عامله. فاحنا نزلنا من المطار فانا قاعد جنب علاء ميهوب في الاتوبيس، بقول له يا اخي الراجل اللي معدي ده في الشارع شبه كابتن صالح خالص والله. كنتش متخيل. فضحك قال لي ما هو كابتن. فطلع الاتوبيس كابتن صالح قال كلمتين، الماتش ده ليا انا مش للنادي الاهلي ولا مصر ولا، ده ليا انا، عشان هو كان في تحدي بينه وبين رئيس النادي بتاع كوينز بارك رينجرز. ومين مصر ده؟ مين النادي الاهلي اللي جاي لاعب رابع الدوري الانجليزي؟ لا شوف التحدي كمان اللي خلقه في وسط اللعيبه. بالظبط. احنا بنحب الكابتن صالح، الماتش ده ليا انا. وفعلا تعادلنا 1-1، وبعد الماتش الراجل قال له طب اقعدوا على حسابنا، اقعدوا العبوا ماتش تاني بعديها بيومين. قال له لا. واحنا لو قعدنا هنتفرم 3-4، ده هم جابوا جون. هو عايز جون تاني. هم جابوا جون بعدين احنا كابتن ربيع اتعادل في اخر ربع ساعه. شفنا تطار علينا، كان رابع الدوري كوينز بارك رينجرز. فهم كانوا مستهترين بينا قوي. فتعادلنا احنا، هم ما صدقوش عايزين يلعبوا ماتش تاني عشان يفرمونا يعني. كويس بقى جبت لي سيره مناسبه مباراه الاهلي والاسماعيلي، المباراه الفاصله كانت في استاد اسكندريه كسبانين 4-0. والماتش خلاص في الامطار الاخيره. ايه اللي حصل في الجزء الاخير؟ ده لو في 5 دقائق كمان كان الاسماعيلي كسب. وانا فاكر بعد المباراه كان في قرار مهم جدا من الكابتن طارق سليم الله يرحمه. ممنوع حد يحتفل في الاوضه دي نمره واحد. وقع عقوبه كمان الله يرحمه فاروق الفيشاوي دخل بفرحان وكده وبتاع، طلعوا بره الاوضه، قال له اطلع بره وبتاع، قال له مفيش احتفالات. مفيش احتفال. مفيش وانت واخد الدوري. ما هو انت كسبان 4. الاسماعيلي جيب 3 اجوان وضيع بيلين، ولو في 5 دقائق كمان هيجيب اجوان. فالماتش اتقلب بطريقه، وادى عقوبات خصومات قد كده للعيبه وخصومات على بتاعه ومفيش بس بعد كده طبعا شالها لان فرحه الدوري برضه. الدوري برضه. لا يعني هي ساعتها عنده حق. احنا نفسنا حاطين وشنا في الارض مكسوفين. انت فاهمني؟ انما كان ماتش غريب. لا بس فريق الاسماعيلي كانت فرقه تقيله. لا لا كان، وكان ماسكها انجيل ماركوس، ده كان مدرب ارجنتيني من احسن المدربين اللي شفتهم. وكانت فرقه تقيلة. بس احنا خطفناهم في الاول، رمضان خطفهم جاب 3 اجوان. 3 اجوان يعني. هو اعتزل بعديها، قال لك انا مش هجيب في حياتي كده جوان زي دي، سلام عليكم ورحمه الله. هو الماتش ده كان تحدي بعد المباراه الفاصله كانت في المحله بتاعت السنه اللي قبلها 2-0 في المحله. اللي كسبونا فيها 2 وخدوا الدوري. كان قبلها بسنه او سنتين. سنتين صح. فده كان ماتش. انا بقول لك اول التسعينات دي بالنسبه لي. لا انت فاكر كويس اول. كانت هي بدايه الكوره وحب الكوره بالنسبه لي في النادي الاهلي بالظبط. بس بص كان ساعتها كان انت بتنافس مع الاهلي والاسماعيلي، كان المحله بينافس معاك، وكان المصري. طب ماتش جمهوريه شبين في شبين كان بالنسبه لك مباراه صعبه يعني جدا. 3-2. 3-2 ولا الدوري وقتها انا فاكر كانت كل المباريات الخارجيه للاهلي في المنصوره، جمهوريه شبين، في اسكندريه، في اسماعيليه، في المحله. بص يا استاذ محمد والله صعبة. العظيم انت كنت تطلع المحله دي لو رجعت ببنت تبقى بطل. المحله دي كانت فرقه. منصوره دي كانت فرقه. لا لا الاتحاد السكندري، المصري، لا لا الفرق دي
كانت فرقة تقيلة مش الأهلي والزمالك بس، ما يعني بدليل إن أنت في آخر سنين أنت بينافس معاك إسماعيلي بياخد الدوري منك مرة، مباراة فاصلة، مباراة فاصلة لآخر دقيقة. لو خدت الدوري من الزمالك سنة 88 بتاخده أو 89 بتاخده بفرق بونت، مش بفرق 10 ولا 15 ولا 4 بونت ولا 10، لا، أو الزمالك بياخد الدوري منك بفرق بونت، لا، ما يعني كان في منافسة شرسة ما بين أربع خمس فرق، ما كانش فيه الاحتراف. ده من الإجوان، بص ده جول الاتحاد السكندري، ده يبين قد إيه الموهبة بتاعت الاتنين الفراودة دول، أيمن شاوي ومحمد رمضان. سيبك مني أنا، أنت عملته دربكة كمان في الدفاع، ما حدش جه ناحيتك. هو رمضان خد طارق العشر وجري بيه خالص، وأيمن خد، بص عصام ربيع وراح بيه فين؟ بص أيمن، بص رمضان الله. واخد بيه طارق العشر، أنا دخلت لغاية ضربة الجزاء، ما حدش بره كان ضربة يعني الجزاء الفراودة معاه. بالظبط، ما هو لو طارق رجع لي هديها لرمضان، فمحدش رجع لي، فدخلت بيها لغايه ال 18. ودي ما بقول لك من الحاجات اللي انت اللعيبه، ده ماتش الاسماعيلي، ده ماتش الاسماعيلي، بص هي التوقيفه والركنه في البعيده، انت واخد الموقف، انت واخد القرار وهي جايه لك، انت هتستلم وتحط في البعيده، انت عارف ان الجون كده كده بيطلع على ال 18، بيطلع على نقطه البلن، فانت بتستلم وهتحطها في البعيده. سعفان من الاجوان والميسه بطرف ايده، من الاجوان الجامده جدا، لا كانت حركه طيره بال برافو عليك، برافو عليك، بالقفاز او كحارس مرمى، لا كان كيرف كان عالي جدا. هتلاقيها كمان لمسها بترطيف صوابعه، بس انا واخد القرار ان انا هركنها في البعيده خالص. ده هو واقف فين؟ بس على حاجه بيقولوا ار 2 دلوقتي زي بتاعت البلاي ستيشن، بعد شوف بعد كام سنه؟ بعد 20 سنه. شوف بتعملها من كام؟ زي الكره اللي هي كنت باخدها كده، دي كنت بسميها في المطريه عندنا كنافه. كنت واخدها من واحد لعيب كره شراب اسمه عبد المنطوي، هي ديت تلف كده وتروح، فكان بيروحوا الناحيه الثانيه كده وانت تاخدها وتروح. فكان عمرو انور بيحضر دراسات من 10 سنين كده، فبيقولوا على الكور اللي هي المهارات زي ماتيوس، زي فمسميين دي كانوا، فقال لهم لا، كانوا عملها في 92، عبد الجليل عملها في 88 في المصري في الدوري. انا فعلا عملتها في المصري، رقصت واحد واثنين كده وبتاع ودخلت ركنتها لعادل عبد المنعم الله يرحمه. فقال لهم لا، المهاره دي ما تسماش باسم كانوا، تسمى باسم عبد الجليل. مين هيعرف عبد الجليل؟ فهي تشوف بعديها بقد ايه، زي ما انت بتقول ار 2 دي، دي من 20 سنه اهي. بس انت واخدها مهاره ان انت استلمت وفتحت بطن رجلك وحطيتها على طول. ده تريزيجيه قعد سنتين يجربها لغايه لما جت معاه بطوله افريقيا الاخيره. لا تريزيجيه لعيب كبير جميل. لا لعيب كبير جدا. طيب اخر سؤال في مساله الذكريات، ايه سر ارتداءك للتيشيرت رقم 3؟ فرود وبيلعب في الناحيه الهجوميه 9 10 11. انت ايه اللي جبت السؤال ده منين؟ انت ما حدش سالني السؤال ده خالص. انا مستني الحوار ده من سنه 92 يا راجل حبيبي. بص يا سيدي، مين اللي كان بيلبس ثلاثه في النادي الاهلي؟ كابتن ربيع ياسين. وانت ربيع ياسين ده استحاله تاخد منه الفانله دي، لو انت يعني فانيته بقاله سنين، ده كابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع ياسين حاجه كبيره. فاحنا كنا في الناشئين 18 سنه، رحنا كندا لعبنا دوره وديه مع الكابتن ابراهيم عبد الصمد والكابتن انور سلامه قبليه. فانا لبست رقم ثلاثه دي. فخدت الهداف وخدت احسن لاعب في البطوله دي وخدنا البطوله دي برقم ثلاثه. تمام. فالثلاثه دي دخلت دماغي قوي، فلما طلعت الفريق الاول في ماتش ما كانش الكابتن ربيع موجود، فرحت واخدها لابسها، فلبستها مره وبعدين رجع الكابتن ربيع سبتها له، لبست 18 وبعدين 19 ومره لبست 10 ماتش في افريقيا. يا نهار ابيض، 10 دي اكنك شايل هرم على ظهرك، تقيله والله، ما لمست كوره يوميها. قلت توبه ان انا البسها، العين كلها تبقى عليك، وانا نفسي عيني فجاه انا دماغي ان انا لابس 10 دي. 10 دي يعني محمود الخطيب، انت مالك انت ام الخطيب يا ابني؟ فدي جننتني. انما بعد كده ثلاثه، ففي مره جه كابتن ربيع في ماتش لقيته جايب لي الفانيله، بيقول لي خد عبد الجليل. قلت له يا كابتن ربيع، قال لي البس دي، انا هلبس رقم 8 ولا 18. ليه يا كابتن ربيع؟ قال لي لا انا ليا مزاج تلبس النهارده دي. هو جايبها حته بيأثر نفسه علي، يعني ايه؟ يعني عايز يفضلني علي على نفسه، دي حاجه في الاسلام عنده قويه قوي يعني. ربنا يكرمه فيها دي يا رب دايما. هو كابتن ربيع من الشخصيات الجميله، ما انا بقول لك يعني هو جابها من الحته الدينيه بصراحه يعني ساعتها. فهو لو اعتقد انا لبست رقم ثلاثه دي على طول وكنت مميز بيها وناس كتيره يعني، حتى في ماتش افريقيا، افريقيا سبور هناك، انا كان الماتش اللي قبليه بطل نيجيريا كنت موقوف فما لعبتش. فالراجل بتاع افريقيا سبور اتفرج على ماتش نيجيريا فما لقاش، فقال لك النادي الاهلي خدعني برقم ثلاثة ده. هو حفظ بالرقم، بالرقم الشكل. برقم ثلاثة ده ما كانش موجود، وانا جبت الجون هناك
ساعتها قالوا الثعبان المصري وكنت عامل ماتش جامد قوي يعني. ف لا رقم ثلاثة ده عزيز عليا قوي يا كابتن. حلو. بس ارجع ذكريات جميلة وأحداث ويمكن الناس لأول مرة بتسمعها دلوقتي. الناس 19 سنة الجيل بعيد عنهم خالص. وبعدين برضو قطاع الناشئين واخدني زي ما أنت بتشوف أنت قلت لي أنت إيه جاي ووشك تأثير الشمس عليك عالي في شرم ولا في الغالية ولا في تتفسح؟ قلت لك في سوهاج وأسيوط والمنيا والبحيرة والمنصورة فقطاع الناشئين واخدني شوية كتجربة بقى شايفها ازاي كابتن عبد الجليل؟ تجربة قطاع الناشئين في نادي مصر المقص. بص وانت حضرتك بدأت كمدرب. انا كنت مدير فني فترة اللي هي كانت اللي اسمها الفراعنة كانت هويدي كان وليد هويدي وبعدين المقصة دخلت اشتغلت مدرب عام بقى مع كابتن ريتمان ومع كابتن احمد عبد الحليم صعدنا معاه وبعدين ثلاث سنين مع طارق يحيى مدرب عام وبعدين مسكت لوحدي فترة ايام الثورة مدير فني وخدت بطولة ودية كانت انبي عاملاها ما كانش في بطولات في مصر ساعتها. يعني ربنا كرمني واحرزتها. وبعدين قعدت اتدرج لغايه لما جه الكابتن ايهاب جلال مسك فانا اللي هو محمد كلفني قال لي امسك قطاع الناشئين احنا عايزين نطلع ناشئين وكوادر بامانه نزلت لقيت القطاع فيه اساس متين يعني كان قبليه احمد المنشاوي كان ماسكه ووليد هويدي كان مشرف عليه وقبليه كان كابتن اينو لا كان فيه قطاع تقدر تشكل فيه زي ما انت عايز فربنا كرمني دي خامس سنه مثلا ربنا كرمني يعني دعم النادي كمان اللي هو محمد عبد السلام الله يبارك له يعني دعمنا بطريقه قويه جدا الاستاذ محمد مجد ومعايا احمد المنشاوي ده ربنا يبارك له ده زي ما بنسميه الصندوق الاسود بتاعي ده رمانه الميزان ده لو بعد عني انا ابيع نوجه زي ما بيقولوا ابيع حمص الشام ما انت مهم قوي مش لازم تمسك كل حاجه بنفسك لا في ادوار الحاجه الاداريه دي تسكين اللعيب اكل اللعيبه اللي مش عارف ايه الملاعب الكابتن منشاوي شايل الليله دي كلها والقطاع ولاد صغيرين كمان صغير من عندي من 2012 ل 99 10 12 فرقه وكله بقى ليه مطالب وكله كله كله لو انت وبعدين المدربين كلهم الفيوم يعني 2 3 بس يمكن محمد صابر 2002 ده من القاهره كان اللي هو محمد جابه من كان ماسك في برشلونه حسام عوض ده من البحيره من القاهره برضو ده ماسك معانا في القطاع انما عصام خير الله واخد احسن مدير فني السنه اللي فاتت لانه واخد تاني جمهوريه مرتين واخد تالت جمهوريه مواليد 2000 و2001 عندي كان محمود الدناوي ده واخد تاني جمهوريه 97 والسنه اللي فاتت علي عاشور بتاع المقاولين هو ماسك السنه اللي فاتت اللي هو محمد جابه والكابتن وليد هويدي بصراحه والاستاذ محمد جابوه وعمل شغل كويس قوي وخدنا برضو تاني جمهوريه السنه اللي فاتت 97 الحمد لله. فالقطاع الاساس بتاعه انا دلوقتي بحصد الخمس سنين، يعني ايه بحصد الخمس سنين؟ في دلوقتي ثلاثه فريق اول من ان ولادنا من قطاع ناشئين يعني دول التارجت الافضل ولا الفوز بالبطوله؟ لا التارجت طبعا ان انت تطلع لعيبه ما هو اصل انت خدت تاني جمهوريه مرتين ثلاثه، حد عارف حاجه؟ لا لكن لما طلع من تحت الناس لما طلع لعيب بلتاجي حارس مرمى ياسين مساك عبد الله مجدي تحت الفرد دول ثلاثه غير بقى صغيري في اسوان ودي دوري ممتاز عندي اثنين في بتاعها عفروتو والولاد ابو جوده في مياه البحيره مثلا عندي مش عارف خطاب فين عندي مش عارف مين فين قلت لهم انا من ثلاث سنين قلت لهم افتكروا كلمتي زي ما كانوا بيقولوا ده ناشئ اهلي ناشئ زمالك ناشئ انبي تلاقيهم في الدوري متنطورين بالظبط ولغايه دلوقتي بيتقال لان دول العظماء في القطاعات والمقاولين العرب قلت لهم افتكروا الكلمه ان ده هيتقال ناشئ المقص في يوم من الايام وفعلا الحمد لله رب العالمين دلوقتي 15 لعيب متنطورين في انديه مصر منهم ثلاثه اتحط على الخريطه خلاص خلاص ميدو الحمد لله كمان بيحب الناشئين ميدو فكره عقليه بتميل دايما لصناعه اللعب ما صناعه هو اللي خلى وادي دجله الست سبع لعيبه اللي الراجل اليوناني بيلعب بيهم ده ما هم دول اللي طلع بيهم ميدو بس هو ميدو النتائج ما ساعدتوش دجله حصد بعد كده شغل ميدو فميدو من المواهب اللي هو بيطلعها اللي بيطلع ناشئين زي الكابتن انور سلامه لما طلعني انا وهاني رمزي وعادل وعمر مين دول؟ مين دول اللي طلعوا على زكريا ناصف خالد جد الله ومجدي عبد الغني؟ مين دول؟ معلش يعني انت لو انت مدرب عاقل هتطلع مين عبد الجليل يطلع على خالد جد الله ده؟ مين هيطلع على مجدي عبد الغني؟ مين عمرو انور يطلع على زكريا ناصف؟ معلش مين هاني رمزي اللي قعد محمد حشيش؟ وما ادرك محمد حشيش ده كان ليبرو ايه؟ فهي العقليه الكابتن انور سلامه ساعتها والكابتن صالح ايده في القرار دوت احنا عندنا كده برضو يعني ميدو اللي هو محمد عقليه انا بقول يعني ده عقليه بعد الكابتن صالح سليم انا ما شفتش عقليه بتدير النادي كده
عقليه استثماريه، عقليه فاهمه، عمره ما اتدخل في لا فوق ولا عندي في القطاع، عمره ما اتدخل خالص. ساب السيستم والاداره تشتغل شاي. بص كل واحد ليه شغله، عشان كده انا اتعودت من النادي الاهلي ومن اللي هو محمد، بقول لك انا اتعودت ان انا مدي الـ كل واحد شغله. ده شغله ده شغله، وانا ما اتدخلش في شغل كابتن احمد منشاوي، ولا كابتن منشاوي اتدخل في شغلي، ولا انا اتدخل في شغل المدير الفني. انا رئيس قطاع، ممكن اقول له هات لي التشكيل، لا ده ما يلعبش وده يلعب، ده شغل فاشلين اللي يعمل كده. لا حبيبي العب، ده تشكيلك العب بيه. والتقييم في النهايه، يا في النهايه يا اما اربع خمس ماتشات لو لقيت الدنيا مش متظبطه لا استوب تعالى لي في واحد اتنين تلاتة. ما انت بتبقى قاعد في الماتشات بتتفرج بتشوف بتتفرج وبتكتب بتكتب ملاحظاتك، فانت بتكون والله الدنيا ماشيه خير وبركه. لا في دروب في حاجه انت مش من النوعيه اللي بتيجي تقول له لا وبعد كل ماتش الحق ايه دوت، لا لازم تلعب دوت، لا تقعد ده، لا ده شغل مش حلو. عشان كده الحمد لله منظومه ناجحه، المنظومه يعني انا بشبهها بمنظومه النادي الاهلي. الحمد لله يعني. طب امتى يقدر ولي الامر يحكم على ابنه ان ده يكون عنده موهبه او يلعب كوره، ولا بتبقى صعبه بالنسبه لولي الامر؟ ولي الامر؟ يعني يوديه يختبر قطاع ناشئين كده وهو صغير، ولا امتى هو يحس ان عنده موهبه فيوديه؟ لا ولي الامر فاكر ان ابنه محمد صلاح، هو جايب لك الاختبارات ان ابنه ده احسن لعيب في العالم. والاهلي والزمالك عايزينه، اول كلمه يقولها لك يقول لك ده الاهلي والزمالك عايزينه يا كابتن. اول ما يقول لي كده هعرف ان هو ما عندوش فكره على طول. تمام. فاي ولي امر لا، انت بتتكلم بقى على الاختيار، المدير الفني او رئيس القطاع او النائب او المشرف على المدرسه او العينين بقى، انت بتشوف الولد ده يجي منه ولا ما يجيش منه. بس ان بيجي لك عيال كويسه جدا وتعملها كده وتعملها كده وبتاع، بس انت عارف ان ده لما يخش الحداشرات 11 خش جوه التيم لا مش هيبقى مفيد. عشان كده ولي الامر يقول لك ده راحته بتايلاند، تايلاند ديت اللي هي الموهبه وهيسافر هولندا. اقول لهم دول بيحكموا على طريقه حاجه معينه، انا بحكم على منافسه، على شغل 11 لعيب في الملعب، على ناس بتادي. انا ماليش دعوه بالموهبه اللي هي المهاره العاليه قوي دي، الا اذا بقى لو عندي واحد موهوب قوي انا بسخره بعد كده، يعني انا بعرف اوظفه بعد كده تدخله في اطار اللعب الجماعي. انما ولي الامر ما يقدرش يحكم على ابنه، لان الا اذا كان هو كان مدرب او لعيب كوره يقول لي لا انا عارف ان ابني نص ونص وكده، بس يعني شوفوا كده مره ولا اتنين. طب تبان اكتر في سن كام؟ يعني هو بيبان في المواهب قوي الصغيرين مثلا، البراعم الصغيره مثلا من سن مثلا 8 سنين مثلا او 10 سنين ل 12 13 سنه. دي المرحله اللي يبان فيها اللمسة. يبان الموهبه بتاعت اللعيب بتبان قوي، لان لما بيكبر شويه العوامل النمو بتاعه بيكبر فبيتغير طريقه لعبه، يعني من بعد بيخش مثلا من 14 15 سنه لغايه 20 سنه تكوينه بقى جسماني وتكوينه الفكري وتكوينه، فممكن يبقى مهاري جدا وهو صغير ويبقى فوق، الاول ما يوصل 18 سنه 19 سنه بتلاقيه وحش قوي. وممكن يبقى نص ونص وهو صغير قوي قوي، بس مع الوقت مع الشغل مع التدريب بيبقى نمرة واحد عندك في الملعب بعد كده في الفرق. طيب في عجز في قصة اختيار المواهب او اكتشاف المواهب دايما في مصر؟ دلوقتي عشان كترة الاكاديميات، كترة دلوقتي الوكلاء والسماسرة والباراشوتات اللي دخلت على الكورة على المجال على المجال، فكل واحد بيلم له 10 15 واحد ويلف بيهم. فالحاجات دي كلها انت لو يعني انا دلوقتي وكيل لما يكلمني دلوقتي انا الدوري كمان خلاص اسبوع يقول لي انا عندي يا كابتن 10 لعيبه فيهم خمسه سوبر وي وي وي، اقول له انت لفيت على كام نادي يا حبيبي؟ يقول لي والله ابدا وبتاع، قلت له والله ابدا ايه؟ انت جاي لي بعد 3 4 ايام بالظبط، قلت له ده انا الدوري كمان اسبوع، عايز تتعامل معايا تعالى لي في 1/6. في ولاد بيجيبوا لي لعيبه كويسه جدا مهاريين جدا، يعني انا واخد ولد من البحيره راح منتخب مصر مع كابتن ربيع ياسين اسمه يحيى باك ليفت عندي في 2001 ده جايبه من الاختبارات، من الاختبارات لقطة. عدى على كام تصفية؟ لا عدى على 7 8 تصفيات. طبعا، ما هو انت المشكلة دلوقتي انت بتعمل، انا لغاية دلوقتي انا لسه ناهي التصفيات بقالي اسبوع من شهر 6، بقالي شهرين بصفي، فانت بتعدي على مرحلة 2 3 4، فكل شوية ولي الأمر فاكر ان هو ابنك كويس، فأقول له لا بص أول مرحلة ان بيبقى زي مقولة الكابتن صالح أعور
في وسط عمي يعني في الملعب 8 مش شايفين وهو يعني طشاش. فانا باخد الطشاش من هنا والطشاش من هنا والطشاش من هنا فبيتلموا مع بعض في التصفيه النهائيه بيبان بقى السوبر قوي وبيبان اللي هو كان بيرقص في العيال دي وكان شغال كويس لان العيال الثانيه ما بتعرفش تلعب. ما التصفيه الاولى غير الثانيه غير الثالثه غير التصفيه النهائيه. يعني انت بتوصل لليفل اعلى واعلى واعلى لغايه لما تتحط مع الفرقه نفسها. بالظبط. وبعدين بتخش مع الفرقه نفسها. لو زي 50% هو زيه زي الفريق اللعيب اللي عندك، لا اللعيب اللي عندي اولى. ليه؟ اللعيب اللي عنده بقالي سنتين ثلاثه تعبان معاه وشغال معاه وحفظك وحفظ وفهمك وبتاع فخلاص هيتطور معاك. يعني انت عايز اللي اعلى. لا عايز اللي اعلى. وفعلا لما بيجي اعلى بشكر القديم. بشكر الموجود. انا لسه ممشي ولد يعني بس انا لما باجي امشي باخد القرار وببعد عشان ما اقدرش ابص في عينيه. لان بقاله كذا سنه؟ 2009 بقاله 3 سنين. بس انا جبت ولد من تور سينا. منين؟ تور سينا يا ده مسافه بعيده. ده بس ايه؟ بيور. عارف البيور؟ فالولد ما اتطورش. 3 سنين 2009 يعني 10 سنين مش عايز يتطور. ما حاسس انت مقيد بعدد برضو معين 25 لعيب مش اكتر من كده عشان خاطر المدرب يقدر يدي شغله للبراعم. اصل البراعم ده اهم حاجه. ده اللي فرز لي فرقه 2001 و2000 اللي خدوا تاني جمهوريه وتالت جمهوريه مدرسه الكوره دي. لو انا مش دقيق فيها شكرا هيطلعوا مفيش هيطلعوا انت الحمد لله رب العالمين انت بتنافس في المربع زي بقالك 4 5 سنين مع فرق اهلي انبي مقاولين ليها باع في القطاعات. معلش انت المقصه بقالها 10 سنين توتال اللي هي فريق اول. وكان القطاع الناشئين ده بقاله 15 سنه من ايام الكابتن وليد هويدي بس برضو يعني ما كانش بنفس لا ما كانش بالقوه دي قوه الاهلي وانبي والمقاولين لا وما كانش الدعم من النادي بصراحه زي كده. انت بتشوف دلوقتي مصر المقصه في قطاع الناشئين لا اللبس والستايل والمعسكرات والكلام ده ما كانش ده موجود الاول انت فاهمني. فمع الشغل مع تفاني المدربين اللي عندك مدربين كويسين جدا 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 مع شويه امكانيات لا انت بتنافس دلوقتي اهلي وزمالك وانبي ومقاولين الحمد لله رب العالمين. يعني انت ما بتروح النادي الاهلي تلعب ماتش لا عاملين حساب لمصر المقصه بتروح المقاولين بتروح انبي وده مش يقلل من حد لا انت تعبت فالتعب ده بيبان وده بيحترموك في كده. بس انا ساعات لما بروح مثلا لاعب فرقه معينه مثلا وبتاع يقول لك يا عم عبد الجليل انت تيجي تكسبنا ليه؟ انا حر يا اخي انا من حقي ده شغلي. ده شغلي ما انت يعني في بدون ذكر اسامي يعني بيبقوا زعلانين ان انا لما اجيب جول هو ما ابقى فرحان يا سلام انا هزعل يعني عشان انا ما ممكن احترم بتاع واقعد ساكت كده وهادي انما انا فرحان ان فرقتي كسبانه انا ما انت فاهمني شغلك شغلي بالظبط. طيب هل الفتره القادمه ممكن نشوف منتخبات ناشئين وشباب بنفس القوه اللي كانت موجوده زمان؟ لان احنا انا ملاحظ ان السنوات الاخيره منتخبات الناشئين والشباب المستويات الفنيه حتى التصفيات لما بيدخلوها ما بيوصلوش للمراحل البطولات نفسها وده ان دل على شيء بيدل ان في مشكله في قطاعات الناشئين في مصر ولا هي المشكله في حاجه تانية داخل الاتحاد نفسه في المدربين في الاختيارات في المعسكرات ولا المشكله في الانديه؟ لا يعني نمره واحد اختيارات المدربين. يعني انت بتدي فرصه مره واثنين وثلاثه لمدرب وما عملش حاجه. طب ما تدور على المدربين المغمورين يا سيدي اللي عاملين نتائج كويسه ومسكهم. بلاش تمسكهم دخلهم في رقم اثنين رقم ثلاثه استفيد بيه. لما اقول لك عصام خير الله ده واخد تاني جمهوريه مرتين مدير فني فرقه 2000 وتعمل منتخب مصر 2000 وما تاخدوش حتى تالت يا اخي. ليه؟ يا اخي انت مش عندك سيفيهات مش عندك نتائج القطاعات الناشئين ولا انت بتبصش عليها. انت كده شكل اتحاد الكوره ما بيبصش على النتائج بتاع قطاعات الناشئين ما بيبصش مصر المقصه دي لعبت كام ماتش والمدرب ده مسك سنتين ثلاثه عمل نتائج ايه؟ او انبي او انبي او الاهلي او المقاولين او الاهلي او المقاولين او الزمالك انا بتكلم على اللي يخصني عشان انا لامسها مع الاحترام للناس اللي ماسكه كلها ربنا يوفقهم يكرمهم كل حاجه دي نمره واحد. هو الوحيد اللي نجح في الملف ده وبيعاد تكرار التجربه من جديد كابتن ربيع ياسين. لا الكابتن ربيع ياسين ده ابعده عن القصه دي لان الكابتن ربيع ياسين ده الوحيد حاله لوحده. اخر بطوله كانت 2013 وربنا كرمه فيها وخدها وبعدين بعد عشان هو برده مش ملوش ظهر جامد برضه وبعدين رجع تاني عشان ربنا عايزه يرجع انت فاهمني؟
ما هو مش ربنا يوفقك ربنا مش على مزاج حد ان شاء الله باذن الله يكون خير بالنسبه يا رب يكرمه ان شاء الله. فدي نمره واحد اللي هي اختيار المدربين. نمره اثنين تزوير اللعيبه والتسنين والكلام ده كله، ده بيأثر على انك الفرق ان محمد عمر مسك فرقه مره ورايح يلعب بطوله مش نص الفرقه، لا مش نص الفرقه عشان طلع الاسوره اللي عملوها لهم ديت طلعوا ان العيال مزورين كلهم. طيب الحل ايه؟ وانا بتكلم على واحد طالع من تربيه النادي الاهلي وتربيه مصر المقاصه وعارف يعني ايه الكلمه اللي بيقولها صح، وانا قلتها كتير محدش مصدقني. انا ممكن لعيب مزور يبقى عندي بس ما اعرفش، وممكن يجيبوا لي ورقه. أنا اكتشفت خمس ست حالات تزوير عندي في الأربع سنين. أقسم بالله أقسم بالله ما بيحط رجله في الملعب تاني أول ما بعرف. ما هو أصل أنت حالات التزوير دي ممكن واحد يلعب باسم أخوه المتوفي. والله لو وقفت على دماغ ما هتكتشفها. وأمشي أمشي أمشي أروح ألاقيه بيلعب في نادي تاني. طب الحل إيه؟ الحل إن السنة دي عندي لعيب في 2002. لعبوا في دماغه، لعيب جامد قوي. لعبوا في دماغه بعض الانديه. قول ان انت مزور لمحمد عبد الجليل وهو هيمشيك. ما هو عارفين طبيعتك بقى. اه والله ما بهزر. انا راجل دغري وراجل صريح واسال عني يعني محمد في شغلي. فالولد كلمني هو في اتنين فيهم واحد كان عمل حادثه ونادي مصر المقاف وقف جنبه، ده كان في منتخب مصر مع حماده صدقي اسمه حماده فاروق ولعيب عالمي ولعب فريق اول وهو 2001 تمام وعمل حادثه يعني ومصر المقاصه وقفت جنبه جامد وكده وما رضاش يمضي العقد يجدد وبيتمرن في احد الانديه ربنا يسهل له يعني فبيزن على دماغ صاحبك ده فقال له قول ان انت مزور واول ما هتقول مزور عبد الجليل هيمشيك لان في اربع خمس حالات انا مشيتهم السنه دي يعني عرفت بالطريقه وعرفت ان ده مزور خلاص يلا شكرا مش عايزه. فجه اعترف لي في التليفون. طب وانا كل ما امشي واحد بقى مزور اذا كان بقى بيقول هو مزور او مش مزور الله اعلم بس ورقه سليم ما هو بقى له ثلاث سنين معايا اشمعنى جاي دلوقتي تقول انا مزور؟ واحد 2002 لسه عنده 17 سنه يقول لك انا هبطل كوره. هبطل كوره ازاي يعني؟ انت بتكلم عجلاتي؟ بكلمك بجد. فانا السنه دي ضحيت وانا يمكن حكيت للي هو محمد امبارح محمد عبد كان عندنا اجتماع قلت له انا شلت يعني انا تحملت واحد في القايمه عندي حطيته وسجلته وبعت اتحاد الكوره قلت لهم ده قال لي ان هو مواليد 98 مش عشان ولو سمحتوا ده ما يروحش نادي تاني ومتقيد عندي طبعا انا بعترف على الهوا اهو مش هقدر العبه طبعا خالص ولا هيخش الفيوم دي يبقى لازم بقى متابعه من اتحاد الكوره او القطاعات ما خلاص بقى ما اصل انا مسجله عندي طيب السنه الجايه ما سجلتوش انا بعت لاتحاد الكوره بلاك ليست صورته واسمه المفروض بقى الاتحاد يتابع المفروض بقى عشان انا مشيت واحد السنه اللي فاتت رحت لقيته بيلعب في احد الانديه الساحليه عشان بعيد عننا خالص ونازل بيضحك لي وبيبص لي وبيضحك منطقه ثانيه غير المنطقه اللي بتلعب فيها وبيبص لي ويضحك وانا عارف انه مصور بس معيش ورقه ده طالع شيء مليان قصص وحكايات انا بقول لك فهو ياخدوا بالهم الحاجات دي يا ريت الانديه تعمل زي ما انا هعمل انا بقول لك انا ايدت الولد عشان ما يروحش حته ثانيه عشان ورقه سليم بس هو اعترف لي كل ده بيصب في النهايه في منتخبات للمنتخبات بالظبط كده بالظبط كده فيا ريت الانديه تعمل كده يا سيدي ضحي بواحد في المكان وقدم لاتحاد الكوره وابعت للانديه ده ما يلعبش كوره خلاص تمام سهله كابتن عبد الجليل نورتنا وشرفتنا وسعيد بالحوار معاك والوقت كان ضيق بس ان شاء الله يتسع الوقت في حلقات اخرى ماشي حمد نتكلم بقى في ذكريات كتير لان اكيد مشوارك مع نادي الاهلي كان فيه ذكريات اكتر واكتر ومواقف اكتر من كده كمان شكرا يا كابتن ربنا يخليك وكل التوفيق لك يا رب في مشوار مصر المقاصه نشوف بقى قطاع ناشئين مميز في الفتره الجايه ان شاء الله ان شاء الله حمد شكرا جزيلا لك فقره كانت مهمه جدا على المستوى الشخصي اتمنى يكون الجمهور استفاد وانبسط بيها لان كان معانا نجم كبير اتكلم عن ذكرياته مع النادي الاهلي في اواخر الثمانينات اوائل التسعينات وذكريات كانت ممتازه سر اختياره رقم 3 لاول مره بيعلنوا النهارده وبيقولوا ذكرياته في مباريات القمه مباريات الاهلي والزمالك النجوم والمواهب اللي كانت موجوده في المرحله دي كل دي كانت ذكريات جميله ودايما الاجيال جوه النادي الاهلي متواصله لان دايما البطولات بتتعاقب على الاجيال بدايه من اول انشاء نادي الاهلي 1907 لغايه 2019 ومستمرين دايما يا رب في حصد الالقاب والبطولات من اجل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. شكرا لحسن المتابعه والمشاهده ونلتقي على خير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.